زوار موقع بديل، مرحبا بكم في هذه الحلقة هذه جديدة. مريم جمال الإدريسي محامية غنية عن كل تعريف، ساءت لي وساءت للقانون، أو يعني روجت مغالطة ضد القانون. الأستاذ القلاع كذلك صراحة لم تسئ إلي، ولكن بالنسبة لي أنا ساءت للقانون، أو هي كذلك روجت مغالطة قانونية، ولكن مش مغالطة عادية، مغالطة لو كنا في دولة ديمقراطية أو في المستقبل يقدر يكلف هذاك الشيء محاكمة، لأنه قد يدخل هذا الأمر اللي قالت أستاذ قلاع في خانة التستر وتبرير أفعال يجرمها يعني القانون. قبل ما نوصل عند أستاذة القلاع وقبل ما نتطرق للأستاذة مريم جمال إدريسي فين ضرتني، لابد المغاربة من ندير واحد التوطئة أو غتصبروا معايا شوية، لأن الأمر جلاله صعيب عليا من الناحية النفسية، لأنه أصعب حاجة الإنسان هو واحد لحظة يلقى راسه في خصومة مع ناس يعني تعتبرهم حبابه وقراب ليه، لأنه من كتكون الخصومة مع الحبيب ماشي سهلة، ماشي كتخاصم مع إنسان ما عندكش به تشي رابط. المحامي كنعتبره دائما حبيب، وأنا من الناس اللي كنوقف مع المحامون، ومن الناس اللي كنقدر المحامون، ومن الناس اللي كنحتفظ بواحد المكانة خاصة للسيدات والسادة المحامون بالنظر للأدوار التاريخية اللي لعبوها في بناء الصرح الديمقراطي وفي مجال ديال الترافع، وبالنظر كذلك للوقوف ديالهم جانبنا بعض المحطات يعني أو لبعض المحن. لهذا يصعب عليا، ونقدر نقول لكم بمنتهى يعني الألم، هذه واحدة من أقصى الحلقات على المشاعر ديالي ومن أصعب الحلقات اللي دوزت وأنا نهضر على محاميات، وخاصة أن إحداهما اللي هي الأستاذة جمال الإدريسي يعني آزرتني في الجولة الاستئنافية في ملف ديال الدبابات، وهنا وجه الغرابة والطرافة. وهنا واش الغرابه والطرفه، وكما كتعرفوا المغاربه ما عمري انا ما كنجبد شي واحد، كنجبد المسؤولين اللي كيتخلصوا من المال العام، وزراء وبرلمانيين ورؤساء جماعات، هادو ما يجبدونيش، ولكن مادام كيدبروا الشان العام كنتناولهم ونقدر انا اللي كنجبدهم. اما الاشخاص صحفي ولا محامي يستحيل نجبدو الا تا كيجبدني. ما عمرك ما تلقى المهداوي يجبد شي واحد غير هكاك، الا داك السيد راه هو السبب اللي جبدو. طبعا كاين بعض الناس كيجبدوني لا يرقون، وربما لاحظوا بزاف اما الاعتبار تيكون داك الشخص عنده مكانه في قلبي، او لا داك الانسان تعتبره دوز الحبس. انا من الانسان اللي كان راعي تمول دوز الحبس، كما وقع مع واحد الزميل صحفي شهير راه عايش في المنفى، واللي سائل ليا بزاف من بعد ما قلت واحد الكلمه في السي الحموشي مؤخرا، وقلتها بصدق والله يشهد، قلت على السي الحموشي واحد العباره اللي كنتو كتسمعوا الى ربما اللي كان تابعها، وملي وقع داك الاشكال ديال الزوجه ديالي فخاطبت السي الحموشي في لحظه الصدق وسميته، وقلت السي الحموشي انا كنقدرك يعني كنقدرك، ولكن هذا الشيء اللي وقع وكذا وكذا. علاش قلت له كنقدرك؟ لان اصعب حاجه اذا بغيتي شي انسان يعني تستنفر، وما درتهاش انا بخلفيه، ولكن الحمد لله كانت بصدق وعطات الاكل ديالها، اي انسان دائما كتجبدو وكتحسو كيفاش انا كنقدرك وانت كيبقى لي، لان دوك الناس مسؤولين، البوليس ديالو مسؤول عليه. وما قلتهاش نفاقا، وقلت بان السي الحموشي ماشي كنبيض له سلوكاته، ماشي انا هذا السيد هذا مكلف باش ندافع عليه ولا نلمع له الصوره ديالو، هذاك السيد يرأسه جهاز قاد براسو، قاد براسو عنده اللي يدافع عليه، وقدر يكون عنده بعض يعني الممارسات اللي ماشي مزيانه او لبعض الممارسات اللي يقدر يكون غلط فيها. علاش؟ لان الكمال لله ولك من هذا السيد، مع ذلك كنقدره وكنحترمه. علاش؟ ما كنتش كنافق لثلاثة الاعتبارات. الاعتبار الاول هو ان داك السيد نهار اللي دعاني بوشعيب ارميل وتحكمت ب 10 مليون خصني نخلص غرامه واربع شهور ديال الحبس، مباشره متنصب هو السي الحموشي من وراه سحب الشكايه، عفاني من 10 مليون وعفاني من اربع شهور ديال الحبس، ومع ذلك استمرت الانتقادات لي في اطار مهني للمؤسسه وكذا، و يعني مشات الامور يعني مزيان. اضيف الى ذلك الجانب الثاني اللي خلاني قلت ديك العباره، هو انه في المتابعه ديالي مع نشطاء الريف، السي الحموشي بصفته كممثل قانوني للاداره العامه للمواطني كان ممكن يتنصب كمطالب بالحق المدني، تنصب لعديد من نشطاء الريف ولم يتنصب ضدي، ولو نصب ضدك تحنا ناخذ 50 ديال الحبس، ما يحيدها لكمش الطبيب، خديت ثلاثه
من فخاوي مترع، ولكن ذاك القاضي من غير يشوف البوليس في عدل المهداوي يعطيه البوليس واحد يعطيه واحد العميل للبوليس هكا معروفه هذه ما تحتاجش تناقش حد ادنى هذه ما تحتاجش تناقش. دونك علاش خديت 3 سنين؟ حيت ما كانش تنصيب ديال الاداره العامه للمواطنين. اذا انا ماشي ولد الكلاب، وسمحوني نستعمل هذه اللغه. ف من كل شيء انسان يعني ما تقولش كنقدرك لانه عفاك من واحد العامين ديال الحبس لانه سحب لك واحد الشكايه. عاد جانب اخر موضوعي، لانه دار واحد الخطوه من الاول بجا. اول حاجه ما بغيش نسميهم عصابه، ولكن كانوا واحد المسؤولين امنيين كبار فيهم مراقبين فيهم، كانوا يعني يعيثون في الارض فسادا. هادو حيدهم، هذه تحسب له. الى جانب نقطه اخرى كانت كذلك مزيانه، هو هذا التهلو على الاقل في البيرسونيل ديالي. انا يعجبني المندوب السجوني يتهلا في موظفين السجون، ويعجبني المدير ديال الدرك، ويعجبني وزير الداخليه يتهلا في المخازنيه وفي الوقايه المدنيه. اي مسؤول على هذا الدول اللي كيتهلا في البيرسونيل ديالو في الناس اللي كيخدموا معاه فكيحظى بالاحترام من عندي. لهذا انا عطيتكم غير ملزم، رغم ان بعض المغردين وبعض المتطرفين وبعض العدميين يشدوا هذا الكلام ديالي ويؤولوه المهداوي وهضره ديال الاخوه. انا انسان يعني كنقول داك الشيء اللي كنحس به وكنقولها. انا غير ملزم باش نقول السي الحموشي ولا ندافع عليه، بالعكس اقدره في هذا المستوى وفي هذه الحويجات، ولكن هذا لا يعني ان هذا الرجل هذا معصوم من الخطا، وهذا لا يعني ان هذا الرجل ما عليهش مؤاخذات. اذا نسد هذا القوس. في خضم هذه الهضره تاع السي الحموشي خرج لي داك الصحفي الشهير جدا وكنحترمه، وكتب واحد التدوينه عليا ما فيها ما حتى وصيفطوها لي الناس، ولكن تصوروا داك الصحفي ما جاوبتوش، دقدقني وقريتها وتالمت وتجرحت. داك الصحفي كان هكيك حب، كنقول قال فلان غير يقيسوا شي واحد من يدخل المغرب، قال فلان، ودرت له حوار. وصحفي مشهور وله مكانته وعزيز. عتقول لي علاش المهدوي ما جبتيش وغتجبد اليوم مريم جمال ادريسي ولا بعض الناس اخرين اللي كيجبدوك؟ لان داك الصحفي ماشي مرايقي، وهذاك الصحفي ماشي سمسار، وهذاك الصحفي دوز الحبس. كنقدروا مختلف معاه، عنده اسلوبه وعنده حوايج كيما يختلف معايا، هذا نقاش ما نتفقش معاه، بعض الخرجات بعض الهضر ديالو هذا نقاش. ولكن انا ملي كنعرف بنادم مصار له خاويا ماشي سمسار ماشي مرايقي ما كياكلش فلوس ما كيشريش لي زونفولوب، هنا كنحترمو. فبالاحرى ملي كيدوز الحبس دوز الحبس على رايه. اذا هذاك السيد ما بغيش نجبدو، هنا كندخل عند هذه الاستاذه هذه مريم جمال الادريسي اللي قبل ما ندخل عند الأستاذة الأخرى القلاع باش نقول لها خذي الدرس من هذا الشيء اللي قلت. لاحظي أن السي يعني علي المرابط يعني كيفاش دقدقني، ما جبتوش مراعاة دوز الحبس. يعني دابا هذا الإنسان اللي قبلتك يعني ماشي تقول أنا معصوم ولا حقا منزه على النقد حيت دوزنا السجن، نو، هذه كنقول كندخلوها في إطار غير كنقولوا كنراعيو كنحشمو. هذاك المهداوي راه دواز 36 شهر ديال الحبس، دواز يعني خلص. والغرب انك انت يا الاستاذ جمال ادريسي، وانا عندي ليك اليوم عدد من الاشياء نناقش معاك، نبغي تتسع الصدر ديالك، يعني كنتي كتازريني انا وجه الغرابه، رغم واش الغرابه. وما غاديش نقول لك يعني باش ما نكونش وقح ماشي انا اللي عيطت لك وكذا، لا، وكان ممكن. ولا اخفيك سرا، والله يشهد على ذلك، وهذا التاريخ يسجل لي هذه الحوايج، تعرضت لضغوط بعض المحامون. علاش تنوب عليك السيده؟ وعلاش بان تستناب كيما علاش ينوب على ظهر زهراش؟ وقيت وفي ما عمري ما سالت المحامون لا ما تنوبش عليا، رغم انه كنت اجد نفسي في حرج شديد. محامون كينوب ضد الزميل الصحفي وفي نفس الوقت كيترافعوا عليا، فكنت كنحس بالم شديد جدا. وهذاك المحامي الاخر مخصص جريدته ليا كيترافع عليا وكيدافع عليا وافتتاحيه وتصاور واحد الانسان كيازرني في المحنه ومعايا محامون كيدقدقوه، كيفاش غنقدر نجيري؟ وعشت عذاب وسط السجن في هذا المستوى، كي غندير؟ واش واحد انسان جا عندك غتقول له سير بحالك حيت انت بقيت شاده في قلبي وكاتمها؟ وواحد المحامون الاخرون كانوا كيتقلقوا على هذا الشيء وخصك تاخذ موقف ودخلوني في واحد الدوابه ماشي ديالي. هذا ماشي هو موضوع، ولكن بغيت نقول لك الاستاذه باش تعرفي اخلاقنا العاليه جدا. الاستاذه الكريمه مريم جمال الادريسي يعني دارت عليا واحد الهجمه، ما عرفتش شنو هو المسوق ديالها والدافع ديالها والباعث ديالها، ما عمري ما جبتها بالسوء، ما عمري ما جبتها وانا قلت محرج. فكتقول في تصريح صحفي قالت لك الناس كيستعملوا سليمان وجبدت بزاف، وقالت لك كاينه اللي بغى ينتقم بسبب الدبابه. خارج اسوار هذه المحكمه ناس متخصصين اللي كيستعملوا سليمان، كيستعملوه اقرب المقربين يستعملون سليمان وقصه سليمان واضراب سليمان باش يبلغوا المآرب الخاصه ديالهم والانتقام لذواتهم اللي باغي ينتقم على دبابه. اذا كما سمعتوا
كتقول لك بانني انا يعني بغيت ننتقم بسبب الدبابه وعلى مقرب من سليمان وكنستغلوا ملف ديال سليمان. علاش خرجت وهضرت على الاستاذ جمال الادريسي؟ ولا بد من نحطكم في واحد الصوره باش تعرفوا ان الامر جلل. ملي كنت في السجن عرض علي وطلب مني في اكثر من مناسبه على انني ندير طلب ديال العفو من طرف بعض المسؤولين وبعض المحامون وبعض وبعض. وهذا الشيء ما كنقولش من باب جريم ولا باش نتفضل باش زعما رانا واعر، نو ابدا المغاربه. اذا قدر علي لا قدر الله، ما نعرف لا قدر الله انني رجعت للسجن ولا يورينا السجن طبعا، وحسيت براسي درت شي جريمه كايها بشر غلط مثلا في شي حاجه، غندير طلب ديال العفو للملك. الى عفى عليا الملك شكرا له، الى ما عفاش عليا الملك شكرا له، ما مشاعري لن تتغير من الملك، نخرج ولا ما نخرجش هذا كيبقى قراره. اذا هنا باش نوضح راه ملي كنقول هذا الشيء العفو ليس تنطعا، انا واحد الصحفي خالق واحد الاحراج، الناس كانوا باغيين يحلوا لي المشكل، انا نفترض حسن نيه في الناس، جاو كيقولوا لي العفو كنقول لهم الاخوان لن اكتب عفوا، علاش؟ وهذا هو وجه الربط بينا وبين الاستاذه مريم جمال الادريسي، علاش كنناقشها؟ لان الامر كيتعلق بحمل ثقيل، انا منين تقول لي الوطن والفتنه والدم والمغرب والبلبله والاضطراب والاستقرار، سمح لي نضرب 20 ديال الحبس نقبلها ولا نقبل نهز هذا العار، انني واحد النهار كنت ضد بلادي وكانت واحد الجريمه وبلغت عليها وانا عالم وعلى قناعه، ما نقدرش نعيش مع المغاربه بهذا الحمل الثقيل، هنا وجه الخال. لو تعلق الامر كنت كنقول للمسؤولين، لو تعلق الامر بجريمه اخرى وخا نتظلم نقدر نقول لك انا نطلب العفو، لان العفو هو اقرار بارتكاب جريمه، من كيعطيك الملك العفو بلا ما تطلبه ماشي ادانه للقضاء وماشي اقرار لك الجريمه، هذا قرار سياسي عادي معطي رئيس الدوله كيما معطي العالم، ولكن ملي كتكتبه طلب كتقول للناس انا مجرم انا مجرم وتقر بارتكاب الجريمه، كيفاش غنعيش مع المغاربه بهذا الثقيل وبهذا الحمل؟ وشرحتها للمسؤولين بزاف اللي كانوا كيقولوا لي، واحد المسؤولين قال لي برافو ليك، قال لي قنعتيني تحيه ليك. وقال لي برافو على وطنيتك وفضل وكملت 3 سنين بمآسيها باش ما نهزش هذا الحمل ديال انا ضد بلادي. اليوم غدور الايام وغتجي الاستاذه مريم جمال الادريسي وغتقول اللي بغى ينتقم من دبابه وحتى هذاك وحتى هذاك، حتى بصفتي يعني كتخاطبني نكره، وحتى هذاك اللي كينتقد يقول دبابه كان مراه وجيبوا المراه وتصنتوا اش كتقول؟ حتى ذاك اللي كينتقد تيقول دبابه ولا ما دبابه، كون كانت مراه كون جات مراه. إذا سمعتوا كيفاش كتقول الطريقة اللي كتهكم بي عليها، وأصبحت الدبابة بغي ينتقم، غنتقم من الأستاذة؟ حميد المهداوي غينتقم، من غنتقم؟ ولادي عايشين في الكابون ولا حاطهم في بوركينا فاسو؟ غنتقم مع من عايش هنا يا زعما؟ كيفاش غادي ننتقم من الدولة؟ ما هو شكل الانتقام؟ دابا بغينا ننتقموا من الدولة ديالنا المغربية، شنو نطيحوها؟ وهاد الدولة كاع طاحت زيد، وكيفاش غنعيشوا حنا؟ شكون يحمي لنا ولادنا حنا؟ دابا حنا نبسطوا على الخشيبات والاقراص، هاد الناس اللي كيزيروا حقاش هاد الحلقه اليوم المغاربه مهمه بزاف، خصكم تصنتوا المغاربه، بيكاسوس واعر، ولكن الشيء اللي غنقول لكم خطر من بيكاسوس. المغاربه كاين واحد الخطر خطير جدا جدا جدا، وهاد الحلقه راه كتزوم على هاد الخطر ديال التغول وهاد المحاوله ديال العزنه وديال محاوله تصوير كل شيء ضد الدوله وكل شيء مستهدف الدوله وكل شيء راه الهدف ديالو هو الاساءه للدوله. اذا الاستاذه كتقول لك حنا يعني انا كاين اللي باغي ينتقم انتقم بالدبابه. اللي باغي ينتقم على دبابه. دابا انا باغي ننتقم من الاستاذه بالدبابه. تكتك ترافع يا الاستاذه على هذه الدبابه امام القضاء، واليوم خرجتي هذاك الملف اللي كنتي كترافعي فيه واللي صدمك فيه القضاء واللي دار الموكل ديالك فيه، اليوم حولتيه الى وسيله للانتقام مني والتشهير بيا والتنكيل، هل هذه اخلاق المحامي؟ انا موكل؟ هل هذه هكذا تكون اخلاق المحامي؟ ديك المرافعه اللي كنتي كديري وسط المحكمه ما قيمتها دابا؟ واش من حقناش دابا نشكو على ديك المرافعه والظروف ديال 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 تسجيل المؤازره بهذا المنطق هذا؟ كيف ملف انا نترافع فيه امام الهيئه ونقول ونعصر عقلي وتدور ليام ونولي نستعمله في التصريحات من اجل تصفيه حسابات وفقط؟ هل هذه اخلاق المحامون؟ ولابد من الاستاذه الكريمه نوقف عندها عند اخلاق ديال المحامون، لان الموضوع اليوم هو الاخلاق طبعا. فكل كيعلم بان المحامي من كيبغي يخدم لابد من يؤدي واحد القسم. المادة 12 من الظهير يعني المعدل المنظم لمهنة المحاماة، المادة 12 شنو كتقول لك؟ لا يقيد المترشح المقبول في لائحة التمرين ولا يشرع في ممارسته إلا بعد أن يؤدي القسم. هاد القسم اش كيقول؟ اسمعوني مزيان أخوتي المغاربة، القسم اللي كيأديه المحامون قبل ما يلبسوا البدلة، أقسم بالله العظيم أن أمارس مهام الدفاع والاستشارة بشرف وكرامة وضمير ونزاهة واستقلال واللي زوينه شنو هي؟ وإنسانية.
وألا أحيد عن الاحترام الواجب للمؤسسات القضائية وقواعد المهنة التي أنتمي إليها، وأن أحافظ على السر المهني، وهذه النقطة الواعرة، وألا أبوح أو أنشر ما يخالف القوانين والأنظمة والأخلاق العامة وأمن الدولة والسلم العمومي. اليوم الأستاذة جمال الإدريسي على ضوء هذا القسم هذا غيكون عندي معها نقاش، نمشي وغير أقسم بالله العظيم أن أمارس مهام الدفاع والاستشارة بشرف وكرامة وضمير ونزهة واستقلال وإنسانية. دابا انت قسمتي تأدي المهنة بإنسانية، هل من الإنسانية أن واحد الملف طرافع فيه وغدا تخرج قاعد تقول لك اللي باغي ينتقم بدبابة؟ واش هذه ماشي خيانة للقسم؟ كاين اللي باغي ينتقم بإنسانية؟ وتقدر تقول الأستاذة دونك ملي كنمشيو للمادة الأولى اللي كتعرف لمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، كتقول لك الشخص إما كيكون معرف أو لا غير معرف بشكل غير مباشر، أي إشارة تشير إليه. المهدوي معروف هو اللي عنده الموضوع ديال الدبابة وكان كيناقشها في إطار سليمان. واش هذه هل من الإنسانية أنك تجي اليوم وتقولي هذه الفكرة وكنتي كترافعي عليا؟ جوج، وهذه نقطة أخرى في غاية الأهمية. الأستاذة مريم جمال الإدريسي كدير واحد النقاش خطير وخطير جدا، وبغيتكم المغاربة تنتبهوا له، على دار تصريحات في العديد من القنوات الإلكترونية. الجامع بين هذه التصريحات هذه كلها هي كتصور أن هاد الناس اللي كي اليوم كيعارضوا الدولة أو اللي كيعارضوا الحكومة اللي ما متفقينش مع السياسة العمومية هم كلهم عملاء ضد الوطن، هما ناس يعني كيتحركوا كيقلبوا على الفلوس، مرتبطين بأجندات خارجية، عدد منهم طبعا كتقصد هي بدون ما تسمي عدد عباد الله. فهاد الناس اللي كيعارضوا وهاد الناس اللي كيبانوا في الملفات أو اللي كيهضروا على سليمان كلهم منخرطين في أجندات ضد المصالح العليا للمملكة المغربية. هل من أخلاق المحامي والقسم من ناحية الإنسانية ومن ناحية الشرف والكرامة أن نتهم الناس بدون أدلة؟ واش عندك شي أدلة على الخيانة والمؤامرة؟ ملي كيكون عندك أنت كمحامي خصك تربي الناس على سؤال اللجوء للقضاء، كيفاش كنديروا تصريحات؟ هاد التصريحات كيديروها الناس كموعينة داخلية كانت كتهم الناس بخيانة الوطن في سنوات الجمل والرصاص. كانت الشرطة تتهم الناس بالهضرة، النيابة العامة. اليوم محامية وبالأحرى حقوقية تخرج هكا للإعلام في الفضاء العمومي وتبدأ تقول، سمعوني يا المغاربة هادشي راه صعيب بزاف، قالك الناس كتستغل الملف باش تركب استغل انا الملف باش نقلب على طموح اللي انا ما قدرتش نديرو بلا هاد الملف. اليوم انا نستغل هاد الملف باش نركب على كل شيء. على واش غيركبوا الناس هاد الملف؟ هاد الجمله هادي ديال يركبوا على الملف شحال واحد سمعناها؟ هل يليق بمحامي ادى القسم الكرم والشرف والانسانيه هل يتحدث بهذه الطرق يرمي الكلام على عهوهينه دون مراعاة مشاعر الناس وكرامة الناس وارتباطات الناس والتزامات الناس أن الإنسان غير يركبه؟ الأستاذة كتقول كذلك أن هناك أسلوب حقد ورسائل تنسجم بعض أعداء الوطن. سمعوا عباد الله، أسلوب فيه حقد ما، أسلوب فيه رسائل مشفرة تنسجم هو بعض اعداء هذا الوطن، باش نقولها بكل صراحه. واش هذا كلام؟ الناس عندهم رسائل بعد عندهم بعض اعداء الخيانه العظمى من اخطر انواع الجرائم. بدون ما تحدد شكون هاد الناس، بدون ما لا عندك وسائل اثبات تمشي للقضاء، ترمي كلام هكا وتخلي تناوي باش نعزلوا حنا الناس. اي خطاب كيسائل الاجراءات الجنائيه ديال الشرطه القضائيه او الاجراءات الجنائيه اللي دارت النيابه العامه تولي ما نقدوش نهضروا فيها باش ما نتحسبوش حنا على معادل الناس اللي كينساجموا اعداء الوطن. كتقول الأستاذة كذلك بأن كاين خلفية انسجام ولا نعرف الخلفيات من وراء هذا التضامن بإضراب عن الطعام أو إضراب عن الكلام أو الاستنجاد بمنظمات أجنبية لا نعلم الخلفيات الحقيقية التي وراءها وما الغاية من تلك المساندة أو من ذلك التضامن. أسئلة مشروعة خصنا نطرحها كمواطنة تونس. واش هذا كلام؟ تصوروا الأستاذة كتقول كذلك، واش بغيتوا الاستعمار والنضال ولا بالفلوس؟ واش بغيتوا الاستعمار؟ كتقلبوا على الاستعمار ويقولوا لنا واش بغاو الاستعمار. بغيتوا نتوما الاجانب يرجعوا يسيدوكم، ما عندكمش ثقه في بعضكم البعض. ما تجيبليش انا ما باغاش هاد البلاد يستعمرها مستعمر. حنا مغاربه حرار، حنا ما كنقلبوش على المستعمر، حنا ما كنقلبوش على شي واحد يقول لنا كيفاش نخدموا ولا يعطينا النضال بالفلوس. انا ما عمري شاد النضال الجديد اللي ولا دابا لا طوندونس النضال بالفلوس. كيفاش بغينا الاستعمار؟ شكون اللي بغى الاستعمار؟
واش الناس اللي عبروا على ارائهم وفق الفصل 25 من الدستور يدخلوا في خانه انهم بغاو الاستعمار، انهم الناس كيتخلصوا الفلوس؟ واش ما كاينش ناس كيعبروا على حبهم للبلاد بطريقه اخرى؟ واش ما كاينش ناس يكون عندهم اراء اخرى مزعجه؟ واش هذه الاتهامات كانت في سنوات الجمر والرصاص من طرف المحامون هكا في الفضاء العمومي شير على الناس بهذه الطريقه؟ أستاذة كتقول لك في قالك اللي كيصور الفلوس، كاين اللي كيوجد قالك الان المسطره، كاين اللي قالك خص تكون عندنا نخوه وتكون عندنا غيره بواحد الضحكه دارتها الاستاذه. كاين اللي دابا كيوجد مشروع باش يقول لهم ما عندناش محاكمه عادله وعندنا مشكله ديال حريه الراي والتعبير وعندنا البنى التحتيه باش غياخذ التموين ويدخلها في التبييض. عندنا دابا الناس اللي كيوجدوا دابا المشاريع باش غيديو الفلوس وفرحانين بالدول الاوروبيه ولا الدول الاجنبيه تدخل فينا، مالهم هما كيجيو هاد الشيء عيب؟ ما كاينش ديك النخوه وديك الحب ديال الوطن، الغيره على الوطن، الغيره شي واخا نكونوا حنا مختلفين ونكون عندنا مشاكل مع المسؤولين ومع الاحزاب ومع المؤسسات وعندنا كيفاش نديروا باش نواجههم وكنواجههم ليل. واش دابا هاد الناس مساكن عدد منهم ضرب الحباسات ما عندهم نخوه؟ عدد من الناس اليوم اللي ربما الاستاذ كتقصدهم دوزوا 17 عام ديال الحبس، كاين اللي دوز 10 سنين، كاين اللي دوز 12 عام، خلصوا من حياتهم جزء من حياتهم، رشاو في الحباسات عباد الله. ونجي بنادم ما دوزتي حتى نهار في الحبس حتى خمسة دقائق، حتى خمسة دقائق. ملي كنقولوا الوطن، الوطن راه كنمشيو ليه للحبس، الوطن راه كنجوعوا عليه، الوطن راه كنتغربوا عليه في الخارج، الوطن راه كنبيعوا عليه البلاد، كنبيع عليه الشاري والبهايم ونمشي انا للصحراء. هاد الشكل مساهمة مادية بالولاد بالصحة بالعمر، باش الأستاذة ساهمتي انتيا دابا ولا هاد الأستاذ القلاع مع كل تقدير ليكم ماشي كنصادركم حقكم تدافعوا الوطن، ولكن تصور انت ما دوزتي حتى 24 ساعه في الصطافيط وكتهضري مع واحد دوز 10 سنين، واحد دوز 3 سنين، واحد دوز 4 سنين، واحد دوز 5 سنين، ودوزوها وجات لهيئه الانسان والمصالحه وقالت لك بان دوك الناس ظلموا وتعوضوا الناس، وتم اقرار بان كانت وفي ذاك الوقت اللي كانوا الناس كيتحاكموا ويجرون المحاكم كان نفس المنطق ممنوع هادو خونه وضد البلاد، وجات مرحله وقلنا لهم الله حقا غلطنا في حقهم وتعوضوا الناس. الأستاذة الكريمة كيف اليوم نجي ونقولوا كاين اللي كيصور فلوس وأخطر؟ الأستاذة كتقول هناك أعداء للوطن لخدمة أجندات غير معلومة، هناك أعداء لهذا الوطن يتربصون ويبحثون عن الفرص من أجل المزايدة، من أجل استغلال كل كبيرة وصغيرة لخدمة أجندات غير معلومة. هاد الخطاب هذا ماشي كان كيقول، كان تيقول وزير الداخليه ادريس البصري، كيفاش محاميه وحقوقيه هاد الخطاب هذا؟ هناك اعداء للوطن لخدمه انجندات معلومه، هاد الخطاب ملي كتقولوا ما كيقولوش دابا وزير الداخليه ولا تيقولوا مثلا لا 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 المدير ديال المكتب المركزي للابحاث القضائيه، لا، الخطوره في هاد الشيء. علاش كنقولكم المغرب ولا اليوم التطور كتقولوا بنت اولا انثى، ثانيا الله يزيدها جميله في شكلها وكتجيبها وتصور هذه الجميله ولا هذه الاستاذه وانت، ماشي كنقول من حق غير هذا الجانب، الاتهام تيصدر على انت بحال داك القاضي اللي كيجيبوا لك بعض المرات يكون شي قاضي راجل كبير وبيض وعنده لحيه بيضاء هو يظلمك، ماشي بحال كيجيب لك قاضي باقي صغير حتى ملي كتشوف اللحيه بيضاء وكذا وكيتكى عليك في الاخر، ما بغيتش قاضي وكيظلمك وكيظلمك عنده لحيه وراجل كبير وكذا وكيظلمك، ماشي كيظلمك حيت هو كيشد الفلوس، لا، كاين بعض القضاه كيظلمك هو كيعتقد في عقله بانك انت راك ضد السلطان ولا ضد الدوله وبهذا المنطق هو خصو غير ضيج ربما حيت كاين بعض القضاه كنعرفوهم ما كيشدوا فلوس مرشاويه مول وكيظلموا، كنبقى نفسر كنقول علاش هذا القاضي ظلم؟ مادام كتلقى عنده فكره كيعتقد، كما قال لي واحد السيد، قال لي واحد المره كنت مع واحد القاضي اول كلمه قال له حنا القضاه وظيفتنا حمايه الدوله، قال له الاستاذ لا حنا وظيفتنا حمايه حقوق الافراد والجماعات، قال له لا حمايه الدوله. وتصور القاضي قالها لي واحد صحيحه ولا لا الله اعلم، انا هذاك القاضي كيحاكمني ديما ديك الجمله اللي قال لي ذاك المحامي، كنبقى نقول دابا هذا ملي قال هذه الجمله صافي انا محكوم. دونك كاين الناس اللي كيفكروا بهذه الفلسفه، كيفاش اليوم نجيو نقولوا هناك اعداء للوطن لخدمه اجندات غير معلومه؟ كلامي يصدر على محامي ويصدر على حقوقي ونتهموا عباد الله بهذه الطريقه، نفس الكلام قالوا وزير الداخليه ضد الجمعيات الحقوقيه، وهنا وجه الربط اللي كنقول لكم المغاربه انتبهوا، هذا الكلام قالوا وزير الداخليه وسط البرلمان، كاينه الجمعيات تخدم اجندات ارهابيه وربطوا، وكان رد فعل قوي من طرف المجتمع الحقوقي. اليوم تجي محاميه وحقوقيه وتطلق هذا الكلام، واش ما كتزرعش الفزع وسط المغاربه؟ واش ما كتشككش الناس في العمل الحقوقي وفي العمل الصحفي وفي العمل الفكري؟ شكون؟
كيفاش هناك اعداء للوطن لخدمه اجندات غير معلومه؟ واش كاين شي اتهام على هذه الدرجه من الخطوره؟ الاستاذه الكريمه كذلك، وانا لان كنتقد دائما كنطرق لها من هذه القواعد، هذه القسم اللي كتادي ديال اقسم بالله يعني ديال الشرف، ودائما يعني هو المنطلق ديالي، اقسم بالله العظيم ان امارس مهام الدفاع والاستشاره بشرف وكرامه وضمير ونزهه واستقلال وانسانيه. بغيت نوقف عند واحد الممارسه عند الاستاذه مع كل التقدير ليها. الاستاذه كتنتمي للجسم ديال المحاماه، والمحاماه كما عرفنا دائما يعني ناس تيكونوا، ما بغيتش نقول شي كلمه، دابا كيفاش الاستاذه كتمشي مثلا لواحد النشاط دايره واحد الجمعيه وتا واحد ما يقاطعني؟ نشوفوا دابا هذا المشهد. كيف اليوم تهاجمون دفاع الضحايا؟ كيف اليوم سمحوا لي كل واحد يعبر كيبغى تا واحد ما يقاطعني؟ واش هاد الممارسة حنا عمرنا شفناها في تاريخ المحاماه بهذه الطريقة؟ كانوا ناس كيدافعوا على الدولة، كانوا ناس تاريخيا في سنوات جمر ورصاص، ولكن لا يسمع لهم أثر. طبيعي هو ديك المرة كيدافع على الدولة والراشدي والسي الناصيري كيديروا كذا وكيخو، حتى أنا كنت ندوى صحفي. هاد الممارسة دابا حتى واحد ما يقاطعني، شنو هو الانطباع اللي ممكن ياخذوا الناس دابا من خلال كتمشي؟ واش ممكن خديجة الرياضي ولا واش عمرهم جاو عندكم شي ندوى صحفي بحالكم وقاطعوكم وحيحوا عليكم؟ دابا حنا كنناقشوا الاخلاق من الناحيه الانسانيه. واش عمر مثلا الجهه الاخرى اللي كتعتبرهم واش عمرهم كديروا ندوات صحفيه؟ كديروا ندوات على خاطركم؟ واش عمر جا شي واحد بلبلكم؟ انتم الناس كاين مشيتوا للجمعيه، مشيتوا كاين اللي مشى حتى لفرنسا ونوتوا البال في فرنسا وفي الرباط. هذا النوع ما بغيتش نسميها بلطجه، هذه الممارسه هذه هل تليق بمهنه المحاماه؟ هل يعني تتخلي واش ما كتسيئش يعني المهنه؟ حتى واحد ما يقاطعني انا يا بهذا المشهد هذا بهذه الطريقه الاستاذه الفاضله. اكثر من هذا الاستاذه الفاضله، منين كتجي انت وكتقولي انه بعض المعارضين او المناضلين كيعانيوا من مرض نفسي يحتاج للعلاج؟ نعطي مثال نقول بانه من يدعي اليوم انه يناضل بهذا الاسلوب يعتبر هذا نضال، انا اقول ان هذا مرض نفسي يحتاج الى علاج. دابا الأستاذة الكريمة، هل يليق بك هذا الكلام أنك تتهمي الناس؟ تصور أنا كنعارض، عندي وجهة نظر، نقدر نكون أنا غلط، تقولي الناس كي عندهم مرض نفسي، هذا ماشي مس بالكرامة، هذا ماشي مس بالسلامة المعنوية، هذا ماشي مس بإنسانية الإنسان. محامي وحقوقي، والمحامي والحقوقي كيشتغل وفق حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا. ملي كتقولي الناس المختلف معاك ولو يكون تقولي له انه كيعاني من مرض نفسي وانه كيحتاج للعلاج، نفترضوا سيدي الناس مرض نفسيا، نقولوها نشهروا بها نألموهم وعائلاتهم واخوتهم، هل هذا كلام يصدر عن محاميه وعن حقوقيه؟ واش هذا اسلوب الاستاذه العزيزه الفاضله وكتقال في الاعلام وكيتسيركيلا ان المعارض والمختلف والمعارضه منصوص عليها دستوريا والناس مختلفين ورئيس الدولة يقول لك انا كنقبل الحقيقة ولو كانت مؤلمة؟ اكثر من هذا قال لك واخا يسيء لي شي واحد الله يسامح كما قال السي رميد، وغتجي انت يا محامية اللي مفروض فيك تدافع على توسيع الفضاء ديال الحريات وتوسيع دائرة حريات ومساحة التعبير، وغتوصف الناس اللي كيعبروا وان اختلفتي معاهم بانهم مرضى نفسانيا، وربطي لي هذا الشيء بعلاقة بالقسم، اقسم بالله بشرف وبمهنة وبإنسانية، هل من الإنسانية نوصف إنسان بأنه مريض نفسي خصو يتعالج؟ واش كاين شي قسوة أكثر من هذه؟ واش كاين شي قسوة أكثر من هذا أنك تهمي الناس يعني أنهم نفسها ومرضى وكيحتاجوا للعلاج؟ نقطة أخرى كذلك ولا تقل أهمية، الأستاذة الفاضلة مريم جمال إدريسي اللي قالت أنا يعني كنتاقم بالدبابة ولم تشير لي بالاسم، طبعا الأستاذة منين كتقول على الأستاذة زوجة سي سليمان الرسولي الله يفرج عليه، قول ما الحموشي ما تلبسيش الجين وما تخرجيش. نقول لك واحد الحاجة، هذيك السيدة كون ماشي داك الحموشي اللي كتهضر عليه بديك الطريقة ما غتخرجش هي تلبس الجين وتعيش الحياة ديالها كيف ما بغاتي بكل أريحية. أنا نسولك الأستاذة، هل هذا صريح مسؤول؟ من الناحية القانونية، من الناحية الإنسانية، واخا نسألوه من الناحية الإنسانية، هاد المسكينة هاد الإنسانية راجلة عام ما تينعش حداها، عام ما عندهاش الأب ديال ولدها، عام يعلم الله باش كتاكل، عام وكتواجه، عام وكيشهروا بها في مواقع،
أكثر من هذا. هاد السيدة نعطيك عا وحدة من الآلام ديالها، قالتها لي مسكينة. تصور كتقول لك واحد اللحظة من جاو عندها الشرطة روايتها، قالت لي قسما بالله العلي العظيم ثلاث أيام قالت لي ما كليت أنا وولدي. قالت لي وثلاث أيام وحنا محاصرين، قالت لي ولدي كيبكي. قلت لي كيف حميد غنسى هاد الشيء؟ وغنقول لك واحد القضيه غير ملزم نقولها لك باش نوريك حنا اخلاقنا قبل ما نجيك. وها هي شاهده استاذه خول، عطيتها واحد ملاحظتي في واحد التصريح كتقوله بخصوص بلا ما ندخل في تفاصيل. قلت لها شوفي عافاك لما بدلي هذه الطريقه وقولي. وهي هذيك الشابه هذيك السيده انا كان ماشي غير كنرفع لها البوجور، لانها انسانه ذكيه ومراه وقفت مع راجلها ومخلصه ومحترمه. ولكن عادي في لحظه غضب تقدر تقول واحد العباره ولا تقول واحد، فكان عندها واحد رد الفعل. شو نجيكم من الاخر شنو قلت ليها؟ قلت ليها الاستاذه عفاك، قلت لها السي الحموشي قلت لها كيبقى رئيس ديال الجهاز، قلت انا ما كنبرئولكش، ماشي من حقي من اخلاقي، قلت لها في اطار التدبير السياسي والدبلوماسي. قلت لها راه جهاز. شنو قالت لي هي؟ قالت لي يا حميد انا ما عنديش مشكل مع السي الحموشي. قلت لي حميد انا كنناقشو بصفته كمسؤول الاول على الجهاز، ماشي قالت لي عندي مع الحساب ولا كنبغي نسائلو. قالت لي لا، قالت لي خصني نخاطبو لانه هو الرئيس الاول. قالت لي داك راه تكبير له. قالت لي ما عندي مع حتى شي حساب. وقنعتني مسكين. قلت لها عافاك ماشي حب ماشي خوفان ولا شي حاجه، في اطار التدبير. قلت لها داك اذا كان هذا المسؤول كبير فباش نخليو له هو يدخل؟ فخصنا. قلت لها وناقشت انا وياها بمنتهى الادب ومحترم الاحترام والحمد لله. يعني ديك السيده فهمت الابعاد ديال هضرتي كما انا يعني فهمت الابعاد ديال هضرتها، ولا مشكله. بغيت نوريك حنا ما خرجتش انا قلت ليها انت يا كاع هاد السيده كاع الا افترضوا تخرجي تقولي هكا ديك الطريقه تقرعيها الحموشي ها نفس العمليه اللي سي عبد الاله بن كيران ونسيتها البارح ملي هضرت معاه. سي عبد الاله بن كيران يا جلاله الملك المجيدي والهمه لا مكان لهم، زعما كينطلق منطلق راه الفقيه الاداب الفقيه اللي كينصح السلطان. ونسى بانه الفقهاء ديال الاسلام عندهم واحد المقوله شهيره تيقول لك النصح امام الملأ تقريع، النصح امام الملأ تقريع وتشهير. هذه قاعده فقهيه معروفه. الناس ديال رجال الدين اللي كيحترموا راسهم ملي كيبغي يوجه شي نصيحه كيوجهها بالاداب. فبالاحرى انت كتقول السلطان وقاس كتقول لا ما كلام، اذا هذا كيتسمى تقريع ماشي نصح. السي بن كيران ونفس العمليه الاستاذه جمال الادريسي. فهاد الاستاذه دخلي عندها الخاص عيطي ليها، واخا كاين علاقه متوتره صيفطي لها شي مرسول. هالاستاذه الله يجازيك بخير باغي تحلي ميل في دراجلك هكي. راينا السيده غضبانه، السيده مقلقه، السيده الله يحسن عوانها. وثانيا هاد خلود هادي انا واحد الوقت سولت في عمرها السيده كانت كتهضر من تشد راجلها، كنت كنتبعها لا اثر لها حتى لواحد اللحظه. اذا سلوكها من الاول كان حسن والحمد لله باقي دابا حسن ما باش ليا، ولكن كتوصل كما قال سمير جعجع في الحرب الاهليه وديما كنجبدها. قالوا له علاش جبدتي السيوفه وبديتي انت كتشارك وكتجبد سلاح؟ قال لهم سمير جعجع ملي تكون السكينه تحطها لي على عنقي ما تحاسبنيش على رد فعلي. واش انت يعني خنقتيني راجلي ما شتوش العذاب الكذا؟ واحد اللحظه ملي كيغضب راه كيتبومبارد نفس هضره قلت على سليمان في الاول، واش قاطع المحاكمه ما قاطعهاش؟ اذا كنرجع وكنقول الاستاذه الكريمه مريم جمال الادريسي اللي قالت لك انني انا كنتقم بالدبابه، هل وفقا للقسم اللي اديتي انك تادي المهنه بانسانيه، واش من الانسانيه زوجه الراجل العام مهما كان الاختلاف معها تخرجي تحرضي عليها رجال الامن، تخرجي تحرجي عليها مسؤول كبير؟ نفترضوا ذاك المسؤول الامني دابا انت اللي كتحرض، وهذاك المسؤول الامني السي الحموشي ما عندوش زعما اللي دافع عليه. بغيت نشوف هذه الثقافه ديال اللي دافع السي الحموشي. علاش السي دابا الحموشي دابا نقولوا حيت قصير ما عندوش اللي دافع عليه، عنده جهاز. وسؤال اخر، والسي الحموشي دابا انا ملي كنجبدو في هذه اللحظه عاجبو الحال، انت ملي كتجبديه دابا السي الحموشي صحابك كديري فيه الخير؟ بالعكس كتسئليه دابا لانه كيتحط في النقاش، انا كنناقشو انت كتناقشيه هذاك السيد عاوتاني. وهل ما جرى نفترضوا كاع واحد السيده قالت عليه نقاش، بالعكس نحاولوا نجمعوا ذاك النقاش ونفترضوا بحال غضب. ملي كتجي انت في التصريح والحموشي وراه عندك كيف زعما تحرضي عليها؟ تحرضي عليها ذاك السيد حيت هي حيتقصير؟ زعما انت كدافعي على السي الحموشي؟ وعلاش الاستاذه ما تدافعيش على موظفي السجون اللي كيتخلصوا ب 4000 درهم بعضهم، والوقايه المدنيه مساكن، وعداد من رجال الدرك الملكي اللي كده، وعداد من ما بان على السي الحموشي؟ زعما ما فهمتهاش هذه الفكره. علاش زعما؟ علاش زعما؟ السي الحموشي ملي كيبغي يدافع على راسه زعما غيحير، عنده بلاغات كيخرجهم، عنده اجهزه ديالو، عنده كل شيء. شنو زعما؟ حيت هذيك البنت وها هو كاع ما انتبه السي الحموشي لديك الفكره، مطاردو كاع بغى يغض الطرف، فهمتي كدفعي جدره للفران.
هل من الإنسانية كنناقشها مرة مكلومة راجلها وخاديك راه في واحد الحالة وتقول لي بغات تقول هذيك أنا تجي تضربني خلود هي ما ديرها شنو قلت لك عمثال أنا 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 الإنسان اللي تقول الله تضربني ديك السيد الله زيد فيها العين تنقول صافي راجلها في الحابس ومقطع على 10 تعطيني الراجل ما عندكش عام ومعاه 5 سنين والأفق وتشهير شهروا بها حطي راسك بلاصتها واش هادي غنحاسبوها هاد تدخلوا دير اللي بغات دير أنا بالنسبة لي أنا بالنسبة لي دير اللي بغات دير تصور على آلام نفسية وراء هذيك السيدة أي واحدة مغربية ما راه تحط راسها بلاصتها شوفوا بعلاقة بالحكم رجلها شوفوا التشهير وشو تكتب عليها في الموقع الإلكترونية والصفحات الفيسبوكية ويوميا ومسكينة بديك الحالة وشوفوا كيفاش كان شوفوا كيفاش ولات على هذيك ماشي ختنا انت تدافع على الضحية مزيان وهذيك ما تدافعش عليها أستاذة عارف حدود الحقوق ديالها تخرجي تشهري بها هي قالت واحد الكلمة كاع نفترضوا عاد تشدي ديك الكلمة وتزومي عليها وتضخميها ويولي السلحموشي يسمعها ونفكروا كاع سيدي السلحموشي من سمع لك يلاه حوشي ينتقم منها تبغي هذا الشيء دابا نفترضوا كاع وانا ما كنظنش السلحموشي يدير داك الشيء ماشي كنقولها بتملق ولا بنفاق ولكن علاش علاش حنايا دابا المحامون اللي كانوا تاريخيا كيوقفوا مع الناس وكانوا كيوقفوا مع الضحايا ولاو اليوم كيحرضوا على الزوجات ديال المعتقلين مؤلمة الأستاذة مع كل احترام لي كان والله كان هضر فيك دابا ومقلق ومركي كان دير هذا كلام ديالك راه دلعوس المجتمع راه كيقيس الناس خصك انتبهي كان دير لك قصتيني وقصتي ديك السيدة وقصتي علاش حنا كنوقفوا مع المتهم علاش ما كنوقفوش مع عيش بريء عمري ما قلت سليمان بريء ما عمركم تلقاوني قلتها عمري قلت عمر راضي بريء ابدا ولا توفيق بوعشين بريء حيت ما عنديش الحق ماشي حيت هو ماشي ابرياء ما عنديش الحق انا كنحترم راسي كنناقش على الاجراءات الجنائيه تكون سليمه وانا ضد ديك الفكره ديال حق حسابات سيدي ماشي شغلي انا كنطالق عندي قواعد قانونيه جات بصيغه العموم كل انسان يستفيد منها اللي بغى يصفي الحساب مع السياسي يقلب له تيغلط ولكن انا كنناقش الاجراءات الجنائيه خصنا نتمتعوا بها على قدم وساق واش انا خايب يكون عمرو ولا زيد تكون مكان يكون رجل أمن ولا مواطن ولا صحافي ولا بوليسي ولا جدارمي كان بغيه يتمتع بديك المقاعد وديك المكتسبات اللي عندنا في القانون إلا قبلت هذاك السيد يتظلم غدا غنتظلم هذا الشيء اللي بغيت المغاربه يفهموه هذا الشيء اللي كندير أنا دابا اليوم كصحافي كندبحش على راسي كيما كتروج هي الأستاذة الأدسنس وحق الفلوس واليوتيوب وكيدخلوا دابا أنا حميد المهداوية المغاربة حيت ندخل الفلوس أمشي أنا ناخذها من اليوتيوب واخا دابا خدينا الفلوس من عند الخارج حنا خايبين دابا واحد الهضره كتقولها هي ديال النضال دابا الفلوس اللي خديناها من الخارج حنا خايبين يا كنت كتسمعوا العام ما تاخذوش فلوس من الخارج واخا وهذا قناعتنا يلا ما ناخذوش فلوس من عند الدوله واخا ما ناخذوش فلوس من عند الاحزاب واخا ما ناخذوش فلوس من عند رجال الاعمال واخا واخا سيدي وما تاخذوش من عند اليوتيوب واخا واخا وعندك صحفيين وعندك عندك سينيسيس كتخلص لهم في الشهر وعندك مقر جريده بلا ما نهضروا على ولادك وخاصك ما تاخذ لا من الدوله لا من الكون لا من اليوتيوب واش دابا هذا اسلوب في الصراع وفي النقاش حنا نقولوا عاوتاني نتوما ما ترافعوش على الموكلين ديالكم فابور نتوما كتخصصوا على افكاركم نقول لك انا الاستاذه ملي بدا 24 دابا شحال ولا عندك في الكونت ندخل معك للنقاش ما عنديش الحق ماشي اخلاقي نقول لك استاذ شحال من ملف دابا شديتي من 24 لهنا ندخل معك في نطرح اسئله ندخل في هذا النقاش هذا واش هذا نقاش بالعكس انا كندير معك نقاش قانوني واخلاقي ما كيهمنيش داكشي اي ماشي غير هادي ندخل معك انا في واحد النقاش اخر وصحاب لك انا شنو الصحفي عاد كان شنو كيجيني بمعلومات على الناس حياة الناس وعدد من الله ما كان بغي ننشر شحال عندي من معلومات أنا العدد من الناس اليوم اللي كيهجموا على عباد الله عندي أسرار عندي أسرار على عباد الله هادي ولكن شنو الأخلاق ديالي باش نتعرض للناس علي سمعت نقولها أو لا حيت نشهر ونقدر نقول ولكن لا كنحترموا الناس كما حنا كما أنا لها قال فيه شي واحد شي حاجة كنضر كنحط راسي بلاصة الآخر كنقول حشومة ولكن السادة السيدة مكلومة ونحرضوا عليها نقولها الحموشي اللي خلاك تلبسي بالجين واش الحموشي هو اللي خلاها تمشي بتجين بوحدو وفين هو البوليس فين هي الإدارة العامة للأمن الوطني فين هما دوك البوليس الخويا المساكين اللي كيضربوا تمام والمخابرات والدرك الملكي هو اللي خلاها تمشي بتجين والجيش ما خلاهاش تمشي بتجين والجندار ما عندهم دور والوقاية والاستعلامات العامة والسجون كاين الحموشي هو اللي خلاها تلبس السروال ديال التجين بوحدو هاد الشخص أنا وسبق لي قلتها وكتضر هادي كتضر السي الحموشي وسبق لي قلتها هاد الناس رجال الحموشي الحموشي وانا كنقول حتى الصحفيين معايا تنقول لهم وياكم تكتبوا الاداره العام المدير العام لان كنخاطب مؤسسه حموشي كشخص هاد الشخص انا نختازلوا حنايا بواحد النوع من الناس بزاف الحموشي بالعكس ولاو كيضروه كاين البعض اللي يجعلوا بارشوك في الاخر غير هاد التضخيم هو اللي كيضر كيسحب لهم راه كيعاونوه وبالعكس شي دابا انت من زوميتي عليه بهالطريقه قصتيه
عموشي والسيده مسكينه مراه تالفه ما عرفناها واش معيده واش ما عندها ما تاكل واش كذا، وانت محاميه عندك فلوس وعندك مدخول والسي الحموشي عنده مدخول وهذيك مسكينه حيت قصير نواجهوها ونحاربوها ونهبلوها غدا تمشي دير شي مصيبه في راسها بهذه الطريقه. زعما السيده الكريمه قالت واحد الكلمه ولا بد من نوقف عندها كذلك، قالت الكذب والمغالطات كنكرهها، ولكن الكذب والمغالطات اكرهها. انا باش نتهمها بالكذب حاشا، ولكن نقول الاستاذه حتى انت كتمرري مغالطات. المغالطه الاولى اللي كتقول الاستاذه الكريمه كتقول قالت لك تيقولوا بان الملف سياسي وكيتصوروا لي مشاهد تيقولوا اش واقع، قالت لك هاد الافلام يمشيوا يديروا الاخراج. خليكم تسمعوا. انا هاد الناس اللي تيقولوا بان الملف سياسي ولا مشاو هما كيهضروا على البنى السريه وبداو كيصوروا لنا واحد المشاهد، انا زعما اش غنقول لك ملي كنبقى نسمعهم تنقول زعما اش واقع فين عايشين، اش المشاهد الدراميه اش الافلام الخياليه هادو كانوا يمشيو يديروا الاخراج والتمثيل ويديروا السيناريوهات، والله الا حسن لهم حيت هذاك الكذوب اللي كيكذبوا على المغاربه راه ما خدامش في الحقيقه. دابا الاستاذ هذه ماشي مغالطه كبيره، ما كاينش بعض الملفات الافلام واخا نسمعوا السيك رئيس حكومه سابق اش قال، سمعي سي بن كيران اش قال. هذا اليوم لانه صوبوا لكم ملف وما استحيوش خذوكم للسجن، دونك هما كيصاوبوا له الملف، دونك الملفات كيتصاوبوا. هو شاهد، هذا السيد راه مسؤول ديال الدوله ورئيس وكيعيطوا له الناس وكيتشاوروا مع الناس في التطبيع وكياخذوا قرارات وكان رئيس حكومه. واخا الاستاذه وديك الدبابه ماشي دبابه، ما شنو الدبابات يلا ماشي 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 في براكه، هذيك كاينه شي دبابات كاينه شي شخص كاينه شي كاينه شي مصيبه في هذا الشيء، هذا اخراج، هذا كيبالغوا، هذا ماشي مغالطه دابا كتبريها. ورجعوا حتى لذاك السيد ديال المعتصم، كيفاش كتقدموا ملف قدو وتسخط وشويه كتخرجوا بحال اللي ما كاين والو، كيفاش دابا انت كتقولي انه ما كاينش يعني ما كايناش الملفات وما كاينش السويد وكندا؟ اييه نقولوا كاين قضاء زوين كاين قضاء زوينا كاين محاوله نحو اساء واحد العداله مزيانه كاين، ولكن كاين بعض الناس كاين بعض الدوائر الا قلتي لي هكا الديمقراطيه سالات، دونك حنا زوينين كندا تيقول حتى واحد اصلاح ديال العداله كيقولها رئيس الدوله ودارت مشروع العداله، كيفاش نقولوا ولا هذا ضحك؟ زعما الناس تيقولوا الملفات سياسيه ما كاين لا في براكه ما كاينش الظلم مره في المغرب ياك الاستاذه العزيزه، ما كاينش كاع ما كاينش كاع الظلم مره في المغرب، التمير ما كيتصفى برك التمير ما كيتصاوب، واش دابا هذه ماشي مغالطه؟ المغالطه الثانيه استاذه كتقول كذلك، قالت لك حنا ما عندناش صحفي اللي كنقرا له حتى واحد ما كنقرا له، قالت لك راه كيحتالوا الناس، قالت لك شكون هادو اللي دابا قالت لك شكون اللي كيهضر معاهم؟ قالت لك الناس اليوم كيهضروا فيسبوك شكون اللي كيهضر معاهم؟ قالت لهذيك الصحفيه قالت لها ما كيهضر معاهم حتى واحد. سمعوا عباد الله، واش دابا ما عندناش حنايا صحفيين كيكتبوا في الراي؟ كاينين كاينين غير هادو، انت كتقرا شي حاجه لهادو؟ انا ما كنقراش، انا ما عرفتش، انا كان شي حتى يقرا لهم هاد الشيء زعما كثروا وزعما وشي نضال قوي وشي جراه خطيره وزعزعوا وزعزعوا الارض وزعزعوا الدنيا باش ينوضوا ينتقموا منهم بالطريقه، راه موجود الخير، راه كيقيلوا الناس ينتقموا، هادو النيت اللي نيت خدامين بهم دابا كيقيلوا معمرين اليوتيوب ومعمرين صفحات ومعمرين المواقع، شكون اللي يهضر معاهم؟ ما هضر معاهم دابا حتى واحد ما كيهضروا معاه، اللي هضر يبغي يقول وعلي انا وزا شحال دوز اهضر، قالت ما حتى واحد ما كيهضر معاه، راه الناس كيهضروا، شكون هذا اللي كيهضر في البلاد ومشى الحبس؟ وريني ع واحد يوم الكاس كيتهضر راه في الحبس، عادي اللي بدا يهضر راه في الحبس، المديمي يهضر راه في الحبس، السدراوي يهضر راه في الحبس، المهداوي يهضر راه داز في الحبس، بوعشرين داز راه في الحبس، سليمان يهضر راه في الحبس، عمر يهضر راه في الحبس، المعطي يهضر راه داز الحبس، شكون هذا اللي ما فهمتش هذه الفكره؟ زعما قالت لك السيده راه الناس كيهضروا وما كيهضر معاهم حتى واحد، ما كيهضروش معاهم كاع، دابا اللي كيهضر كلش الحبس، دابا علاش انا مشيت انا للحبس؟ علاش سرقت بوطه ديال الحانوت ولا ما فهمتش انا هاد الناس هاد المعطي علاش مشى؟ فين هاد الغسيل الاموال وفين هاد؟ ما فهمتش علاش كيمشيو هاد الناس الحباسات؟ ما فهمتهاش دابا، قالت لك شكون اللي كيهضر معاهم؟ كيهضر معاهم حتى واحد، الناس راه كتهضر ما كيمشي حتى شي واحد الحبس، دابا هذه ماشي مغالطه الاستاذه. المغالطه الثالثه كتقول لك الاستاذه الكريمه والاسعاف باش نهضروا على الوسائل، قالت لك المحكمه ماشي من اختصاصها اللوجيستيك، المحال السي سليمان تيقول هذه الاستاذه ماشي مغالطه، خليكم تسمعوها بعدا. الاسعاف باش نحضر، واش عمركم شفتوا المتهم تيتشرط على المحكمه باش تدخل في وسائل لوجيستيكيه ماشي من التخصص ديالها؟
راه هادشي كديروا مؤسسه سجنيه ولا كان هو في في المستشفى اللي كتكلف. دابا المحكمه ما عندهاش اللوجيستيكا الاستاذه. دابا واش هذه مغالطه؟ هل يليق بمحاميه بمنتهى التقدير انها تقول هذه المغالطه تروجها وسط الشعب المغربي؟ علاه المحكمه كتجيب عندها اللوجيستيك؟ المحكمه سبيطار، المحكمه دروغري. دابا المحكمه لا بغات تجيب القبص، المحكمه لا بغات تجيب القبص دروغري، المحكمه لا بغات تجيب شي كروات دروغري، المحكمه لا بغات تجيب شي جبالات ديال التبن وسط الجلسه مالها سبيبيه، بغات تجيب شي خرفان. ويمكن اذا اقتضت الحقيقه شي غنم تسرقات وبغينا نشوفوا البال، وبغات المحكمه تجسد واحد المثال قدامها، وبغات تجيب لي البال وفين جالس، وبغات تقتنع قناعتها، بغات وامرت النيابه العامه قالت له جيب لي جبال وخرفان وجيب الشفار، اعطيني ما يخالفها في القانون، ما الذي يمنع؟ ولا المحكمه كدير البال كتبيع البال باش تجيب البيلان بهذا المنطق. المحكمه ما جابتش الكرسي، المحكمه ملي جابت الكرسي لعلي المرابط ما جابتوش له بامر منها، كان عنده علي المرابط الكرسي، شكون اللي عطى امر باحضار علي المرابط بالكرسي؟ ما جاش علي المرابط بالكرسي، ما عطاش الامر بالكرسي وتحاكم بالكرسي. وشو الفرق بين علي المرابط وبين سليمان بالكرسي؟ والمحكمه ما عندهاش الحق، واخا ناقشك انا خارج الواقع القانون. غنمشيو للماده 423 قانون المسطره الجنائيه، عفوا الماده 422 انا حافظها ولكن باش بالكتاب باش نكونوا. يدير الرئيس المناقشات ويسهر على النظام وعلى احترام المقتضيات المتعلقه بسير الجلسات المنصوص عليها في هذا القانون. يخول الرئيس سلطه تقديريه يمكنه بمقتضاها وتبعا لما تمليه، لاحظوا المغاربه، يخول الرئيس رئيس الجلسه سلطه تقديريه يمكنه بمقتضاها السلطه التقديريه وتبعا لما تمليه عليه قواعد الشرف والضمير ان يتخذ جميع المقررات ويامر بجميع التدابير التي يراها مفيده، علاش؟ للكشف عن الحقيقه ما لم يمنعها القانون. اعطيني شي ماده كتمنع الرئيس ما يجيبش الكرسي احضاره بالكرسي، اعطيني ماده يمنعه على الرئيس، ما كاينه حتى شي ماده. اعطيني هذا القرار تبع لما قواعد الشرف والضمير. دابا الا جاب كرسي بقى هذيك تخالف مع قواعد الضمير والشرف، يجيبوا معاه شي امر سليمان ومع شي دريه عريانه، هذا ضمير قواعد الشرف. الا جابوا كرسي اين مستد الضمير؟ فين مخالفه قواعد الضمير والشرف؟ فين مخالفه القانون؟ ها هي نص 422 يخول الرئيس. لا وما كتجيبش اللوجيستيك، والمحكمه يحق لها من اجل كشف الحقيقه، المحكمه كتقلب على الحقيقه، كل السبل وكل الطرق تؤدي الى كشف الحقيقه خاص المحكمه تسلكها، لان المحكمه هدفها الحقيقه. أنا بغيت نعرف هاد السيد اغتصب ولا ما اغتصبش، الكرسي مسألة جزئية جيبوه في كرسي، أنا عندي فعل جرمي، خاصني نكون قناعتي عليه، خاصني نكون قناعتي عليه، إلا كان ذاك الكرسي غيعطل سير الجلسة أو غيعطل المحاكمة أو غيخيفل هادي وي، أعطيني ضرر، كيما جبنا على مرابط الكرسي نجيبو هذا الكرسي ونسكتو الفوام، شكون اللي ما بغاش يجيبو؟ وأنت محامية وحقوقية، أبسط حق الإنسان هو الحق محاكمة عادلة وأن يمثل المتهم في ظروف حسنة باش يدافع على راسه، وهو السيد داير ها، علاش ما نجيبوش؟ وهو مشدود. هل هذا أمر تقولي الأستاذة هاد المغالطات تخرجيه مع الناس وأنك هناك تقسمين بقواعد يعني الشرف والمهنة؟ ثم غنجيك لي نقطة أخرى وفي غاية الأهمية. الأستاذة جمال الإدريسي، دابا منين كتقول الأستاذة المحترمة سمعتوا الاوديو، ملي كتقول بانه سمعتوا الاوديو بغيت نجلس معاك وياك وحنا المغاربه كنعرفوا هذا الشيء، خليكم تسمعوا هذا الاوديو. سمعتوا الاوديو، سمعتوا الكلام، بغيت نجلس مع انا وياك هكا المغاربه كنفهموا ديك الهضره، حنا ما نفصلش غنحشم شنو نفصل، ولكن زعما شنو زعما حيت هو عرفتي عنده يوم ويولات ولا عنده هادي صافي عندك الحق بحال داك اللي كيمشي. دابا الاستاذه هاد التصريح هذا ديالك ماشي تاثير واضح على القضاء، شنو كتقول الماده 266 يعاقب بالعقوبه ديال 263 كل من اتى افعل الاتيه، اما اثر على القضاء بافعال او لا اقوال او لا كتاب. دابا هذه ماشي اقوال، ومن باقي ما فيهش حكم حائز لقوه الشيء المقضي به، باقي معروض امر باقي ما صدرش الحكم، وانت كتقولي سمعتوا الاوديو بغيت نقول ليه بغيت، باقي ما صدرش فيه حكم نهائي. سمعت واش هذا ماشي تاثير على القضاء بالاقوال؟ دابا محاميه واش ما كتاثرش على القضاء؟ واش هذه ماشي مخالفه للقانون ولقاعده قانونيه صريحه؟ وانت مقيده بالقسم، اقسم بالله العلي العظيم ان امارس مهام الدفاع والاستشاره وان لا ابوح او انشر ما يخالف القوانين. هاتي كتخالف الفصل 266 من القانون الجنائي، كل من يؤثر على الاقوال كيتسمى التاثير البعدي،
كاين التاثير اما على مستوى الجلسات من خلال الاضطرابات وما يسمى بجرائم الجلسات، وهذا التاثير كيتسمى البعدي عن طريق البعد، لانك انت محاميه المشرع من قيدك بهذا الحو بهذا القسم، فهو كيعرف درجه التاثير ديال المحامي. يؤدي القسم امام الاحتيار، اقسم بالله ان امارس مهام الدفاع والاستشاره بشرف، وان لا ابوح انشر ما يخالف القواعد وامن الدوله والسلم العمومي. وراه ما بغيتش نقول قبيله هذاك الشيء ديال امن الدوله ويخدمون اجندات، راه كاين حتى القسم هنا السلم العمومي هنا، لانك كتزرع احقاد وكتزرع. اذا كيفاش الاستاذه تقولي سمعتوا الاوديو بغيت نجلس معاك وياك، علاش هذا التصريح الاستاذه؟ وباقي الملف ما مسيتيش هنا قرينه البراءه الفصل 120 و23، مسيتي الدستور ومسيتي القانون الجنائي، لان السيد كيتمتع بقرينه البراءه، باقي ما صدرش حقه حكم. الا تقولي شي حاجه قولي وسط الجلسات، ولكن فضاء عام ما مسيتيش قرينته هنا، ما تقاش دابا هنا عائلته خوته مو باه، قصتي الدستور وقصتي القانون. قلت لكم يمكن داك الاوديو ما يقدرش يواجهه، نتخليكم تسمعوا لهادي عاوتاني. ولكن داك الاوديو ما يقدرش يواجهه، هو الصراحه هي ما يقدرش يواجه الاوديو. ها انتما قلت لك ولكن داك الاوديو ما يقدرش يواجهه، ما يقدرش، حيت هو مجرم بلغتها. انا ما قصتيش الفصل 120 الدستور، ما قصتيش هنايا القانون، ما قصتيش هنا التأثير على القضاء بأقوال، هل ما أثرتيش على القاضي وعلى قناعة القاضي عن بعد؟ لأنه التأثير بأقوال، هو المشرع واضح 266 واضح وضوح الشمس، كل من أثر على القضاء بأفعال أو أقوال أو كتابة. غنوصل لكم للفكرة الثالثة، كتقول الأستاذة ظهر الحق وزهق الباطل، خليكم تسمعوها. أهل مكة أدرى بشعابها ظهر الحق وزهق الباطل. إذن أنتم كتقول الأستاذة بأن هذاك الأوديو ظهر الحق وزهق الباطل، كاين شي تأثير على القضاء أكثر من هذا، كاين شي مس لقرينة البراءة أكثر من هذا، كاين شي إساءة أكثر من هذا. إذا كان ظهر الحق وزهق الباطل، علاش أسيدي هذا الاستئناف والاستئناف والنقد؟ حنا سارين ظهر الحق. إذا أنت صدرتي حكم قضائي نهائي، ما خليتيش القضاء يقول كلمته، واش بقى عاد مرة أخرى تقولي قرينة البراءة وأنا أحترمه وكذا؟ ظهر الحق، والطريقة باش قلتيها مؤلمة جدا. شكون الاستاذ دابا اللي كيهدد وكيقيس المصالح ديال البلاد؟ طيب الاستاذه الكريمه غادي نقول لها علاش هي دارت معايا هاد الهجوم. قبل ما نوصل للاستاذه يعني الاستاذه القلاع كذلك اللي هي موضوع ديال النقاش، انا نقولها للاستاذه بمنتهى الصدق ونفسها هي للاستاذ القلاع، لانه كيما وقع لواحد السيد راه كان كيكتب على العدل والاحسان، كنحتارمو وكنت كنقرارو، كان كيحسب ليش انسان، فاذا به خرج واحد الخرج، لانهم هاد الايام خرجوا لي، خرج لي هاد السيد وخرجت لي هاد السيده، و ما بغيتش نقولها على السي الشرعي مع كامل الاسف، عطى جريدته صفحته الصفحه الاولى لواحد السيده كاتبه مقال كاتبوا لها واحد معزول مع واحد السيد واحد المحامي ونسقوا معطيات يعاودوها لي الناس ونشروه في نفس الوقت على عدد من وبدون يعني انا زميلهم كنعبر على رايي. صور خاصو جريده ديال السي الشرعي في الصفحه الاولى بدون احترام الزماله، بدون متساواه الاطراف، بدون مراعاتي، وكيشهروا بي وفيه السب. تصور السيده كتوصفني حاشاكم المغاربه نقولها ولا ماشي هي هي من اللي كتب لها، يعني كيوصفني انا بحمار يعني يوحي بفقره الاخيره. تصور ومنشوره في مواقع الكترونيه. والبارح قلت لشي واحد السيد كاتب واحد الموقع ودخل عندي قلت له وحشومه، وعاد شافها مسكين قال لي اسمح لي راه ما شفتهاش، وكاتبها السي الشرعي احمد الشرعي، وكنت كنقدر هذا السيد هذا، فقالت لي انني واحد الوقت قلت له على واحد السيد معاه وكاتب لي تقول لي انا حمار، اختلف معايا واللي بغيتي، ولكن نهبطوا الاخلاق، جريده من المال والخدمه نقولوا هكا على زميل صحفي ماشي حشومه. والله ما كتقلقني هذه العبارات، بالعكس راه كل ما كثر عليك الدق عارف راسك راك في الطريق السليم، هذا هو مبدئي انا. ولكن علاش الناس كيضحيوا بالاخلاق لهذه الدرجه؟ واش نختلفوا ونقولوا حنا عباره السيده كاتبين لها وموقعة هي بسميتها وزعما تأنيت الصراع معنا وحنا وصحابهم حنا مكان، وغتعطيها في الصفحة الأولى وجريدة خلات جريدة الأحداث المغربية قضايا الوطن وكورونا والاقتصاد والأزمة الاقتصادية في الصفحة الأولى، وخاصتها الحميد المهداوي في الصفحة الأولى مقال. بقيت غير كنشوف كنقول السي أحمد الشرعي دبلوماسي وعلاقات دولية وكيمثلنا في أمريكان وعنده جرائد ومنشآت إعلامية، وكيفاش السي أحمد ينزل في انا بنت ما نديش عليها ولا ذاك المعزول ما نديش عليه ولا ذاك المحامي الاخر ولا المحامي الاخر، انا عارف شكون اللي كتب المقال. كيفاش السي احمد الشرعي وكنعتبره صديق وعزيز وخاص جريدته ضدي بديك الطريقه؟ وراه والله ما بغيت نجبدها، راه حتى دابا جابها السياق ودابا كنقولها مؤلم. ذاك السيد كنحترمه لانه فيه واحد الاداب، فيه واحد ونزل تعطي تقول لي الحمار بديك الطريقه في الصفحه الاول وفي لاين في لاين، وتخلي انت الاقتصاد وجزائر والصراع الدولي والمغرب ومصالحه الكبرى وتودي افتتاحيه الحميد المهداوي لهالدرجه، الملف كبير لهالدرجه. انا
وخارج البارح واحد السيد كيكتب على عدم الاحسان حياته كامله كامله، هو تيكتب على عدم الاحسان، كنت كنقرا له طاف طاف كنقول هذا مثقف متنور، كنلقاه تيقول حميد المداوي خصو يمشي للحبس هو خلود المختاري واحد السيد سميت عبد العبدي، علاش؟ قال قال راه سليمان مات، اويلي في عمري كنت انا سليم سليمان العبدي مسكين كاتب داك الشيء، عيط العبدي في قلت واش يا سي العبدي فين انا عمري، قلت قال لي خويا حميد راه ما شفتش راه بصح كتب داك الشيء، قال لي تسنى، قال لي راه قلبت قال لي جيتك مع عمرك، قلت لي واه سمح لي، قال لي راه وقع غلط، قال لي راه داك السيد اللي كاتب مشى مسكين سي العبدي ودار اعتذار وصوبها المداوي مع عمرو كذا، عيطت انا لخولود قلت له اجي انت واش عمرك قلتي راجلك ما قالت لي والله ما عمري قلتها، وكيف الناس اصاحبي مثقف كيعتقد تبان لي العدل والاحسان دابا اليوم كيف هي ملي كيتابات داك الشخص حياته كامله، واش لهاد الدرجه الناس كيبيعوا ضميرهم تتخلى على ضميرك وعلى على مكانتك العلميه والفكريه والثقافيه وتكذب عشان ملي كتكذب راه ما كتولي راه عرفتي فين كتنزل شمن ثقافه وشمن تبقى تهضر، شنو الفرق بيننا وبين هاد الاعداء اللي كنغير في الكذب والاخلاق، يباش انت زوين انت تقول دابا العدل والاحسان والظلام والداعشيه والقومه وانت كذاب، اش من احترام راه نحترمك من دابا الله اش باقي ما تهضر وتبغي صحفي متنور يصيفط مثقف يصيفط صحفي الحبس بين على كذبه، حيت انا المداوي خرجت مرزان وعرفتو حسب ما لقاو منين شدوني دابا بقاو بغاو يروجوا المداوي شي حشومه هذا نيفو هذا، وما غاديش نجاوبوا هذا السيد هو لانه كيتمنى نذكر سميتو هو عدد منهم راه كيجي المداوي اللي جبتهم سميتو باش كيتشهروا بيا حيت سميتي انا البعض راه كتلاحظوا حتى بعض اليوتيوبر كيستعملوا المداوي وكذا بساءة حيت كيجي وليت انا عمله يعني كنجيب لهم وهذا السيد بغى حيت من بعد ما قدرش يبني راسو هذا الشيء المشروع ضد العدل والاحسان بار يعني ما جافش الله فيه التيسير قال المداوي راه عمله رائجه وجبد المداوي وكذا، وباش نجبدك انا بالسميه تخالف قواعد الاخلاق والضمير شنو تسوى دابا ماشي بغيت نقول لك ما تسوى حتى شي كامل للاسف هذه البلاد اخوتي ولينا في واحد المستوى ديني بعض الناس نزلوا للمستنقع بمستهى، نقول الاستاذه باش نختم معاها وندوز عند الاستاذه العزيزه طولت شويه، دابا هذه الاستاذه اللي كتقول لك المهداوي باغي ينتقم، دابا المهداوي باغي ينتقم المغاربه ما جبدنيش انا هاد بيكاسوس ما كاينش سميتي انا المهداوي اللي تصنتوا عليا بدبابه اول واحد يدير باق ويجي لقدام قبال بيكاسوس وجبد سميتي والاجهزه شفتوا لي المهداوي المغاربه درت هادشي درت خبر عادي في الموقع بحال جميع المغاربه ولكن صفحتي ديال الفيسبوك اللي غير فيسبوك والله ما علقت ولا قلت علاش احترمت بلادي حارف انا كاين المتربصين بالمغرب ومعمر المهداوي يكون معطيه علاش الناس ما التقطوش هاد الاشاره ونخرج انا اللي اعتقلت وصورتي تما وذكرني لو موند وذكرني الواشنطن بوست وكبريات الصحف الدوليه فيها حميد المهداوي وعيطوا لي الناس من الخارج والمهداوي قلت لهم انا تذكرني ولا ما تذكر بلادي وان جارت علي عزيزه وتجي في الاخر انا اللي المفروض نطلع وندير بها البوز هاد الادسنس اللي كتقولي وهنا ندير الحيحه نديرها بسليمان ندير فيديو دابا سليمان كيدخل دابا بغينا ندخلوا الفلوس من الادسنس بسليمان شكون كيشوف سليمان بغير الحقوقيه مساكنه لا بغينا نجبدوا الملفات ونجبدوا الادسنسات ونمشيو داك الشيء اللي راه معروف لا بغي يجبدوا ليفي في المواضيع وانا نجبد انا نقول لا وبيكاسوس والمهداوي واجي السي فلان مؤسسات الدوله والمخابرات لكن ماشي عارف انا البلاد مستهدفه وانسان كاين طريت وانسان حتى كنتصنت وكنشوف المعطيات بلاتي وحتى نجمع المعطيات هذا هو انا ننتقم ماشي حشومه ننتقم انا نهار اللي قالوا بان ذاك الموظف ذاك السيد اللي قتل الموظف ديال تيفل الجوج شكون اللي خرج وقال بان السيد حقيقه احد الاشخاص برا في الخارج هاجمني ولو بطريقه لبقه والمني الهجوم ديالو عليا وبدا كي طريقته وكان كيهضر وكيقيس لحقاش كيعرف الخير للمهداوي اللي كان في الحبس حتى شي صحفي ما كيقدر يجبده هذا الانسان المتواضع كنت كنجبده وخسرت داك السيد وخسرت ناس اخرين وانا ما ندمش انا لازلت على قناعه هذاك السيد فيديو ضرب داك السيد انا رجل موضوعي حيت حميد مداوي دوز 3 سنين ديال الحبس وتفركش على وليداته غنبقى متربص انا بالمخابرات وبالاجهزه نبقى نشكك لا انا عمري نسيء المؤسسات عندي تظلمت ولا كذا صحيح ما كان ولكن اسمح لي شفت واحد الفيديو علقت عليه وباقي على قناعه الله يرحم داك السيد ماتوا بجوج الله يرحمهم ما نقولوش بشكل ما دابا ديال العيب مساكن راهم عند الله وراه تما الحساب ولكن انا ياك بهذا اللغة الاستاذ ينتقم من الدبابه وهذيك ساكنه من نشكك المغاربه ندخلهم التناوي وفين الفيديو وعلاش داك السيد مات في سلا جوج واش مات باضراب واش مات مقتول كون كنت كنلعب هذا اللعب انا عارف ماني مصاب هذا هو نقولوا المداوي راه كينتقم لا
هذا اللي كينتقم كيدير هكا. منين جا الجيش في الكركارات خرجنا قلت تحيه جيش دار عمليه نقيه، وهذيك الساعه كنقول انا القرطاس والسلاح كيتضرب ومواجهات عسكريه وموت جنود مغاربه، وكانت كتوصلنا الاصداء بعض المرات كنقولوا غير كذوب على اشاعات، كنقراو الاشاعات حنا تيقولوا جنود مغاربه كاين اشاعات، وهذيك الاشاعه كان عندي ناس سنيه ولا شدتها هي والجنود المغاربه والبوليزاريو ولا لا، وهذا هو اللي باغي ينتقم وباغي يضعف. اش قلت انا الجيش ينتصر سالات كركارات سلام وعباد الله ولا قال درس وخدمه نقيه. منين جا الموقف ديال ترامب مغربيه الصحراء ما خرجناش قلنا موقف تاريخي وخص الاستثمار ديالو، واش بغيتونا زعما هاد دابا السياسه دابا اللي ولات دابا شنو بغيتونا زعما نقولوا؟ فهمتهاش هاد الفكره. دابا نتوما غتبقاو هاد الفكره ديال التوزيع الوطنيه كتحاصروا الناس ولا هاد التشكيك دابا زعما شنو بغيتي الادله؟ ما فهمتش انا زعما ملي كنهضروا حنا على موظفي السجون تحسين اوضاعهم والبوليس وكذا وكذا، شنو زعما علاه كندافعوا البوليس ديال الجزائر ولا ديال تونس؟ دابا القصه المغاربه قبل ما ندخل على الاستاذه الكريمه نقول لكم شنو هي كدير هذه الاستاذه، ربما هي تكون ما واعياش استاذه جمال ادريسي حتى انا ماشي بحالها ما غنتهمهاش، ولكن غنقولها شنو هي القصه. القصه هي واحد النهار كان عندنا الشيوعيين يستهدفون استقرار البلاد وكذا، حاربنا الاشتراكيين والشيوعيين واحد الوقت ولا عندنا واحد الحاجه اخرى كتستهدف المغاربه، شكون هما؟ الاسلاميين. دخلنا في صراع مع الاسلاميين ما بقى عندنا لا بي جي دي لا احزاب لا والو، ولا عندنا مشكل اخر دابا ديال اصوات مزعجه حقوقيه ومصحفي كان يدير لهم عرفتهم بالخارج اجندات ويخدمونا باش نعزلوه. هذه القصه الاستاذه، انت منخرطه في هذا المخطط، ما تنقولكش انت على وعي الله اعلم، ولكن تنقول لك هذا هو الفعل خص باش تعرفيها اليوم، لانه حتى في تاريخ سنوات الجمر والرصاص ما عمر المحامون ما كانوا كيخرجوا للفضاء العام ويتهموا عباد الله، كانت النيابه العامه وزير الداخليه ويقول اعداء الوطن والاجندات المعلومه. اش خرج يا الاستاذه؟ خصنا نعرف ابعاد هذا الكلام، حيت كلشي كيتكماش كيبان المعطي مع بتوفيق مع مومني مداوي خديجه النهج الديمقراطي حسن بن ادو كلهم خدامين اجنده. ايش يا الاستاذ هذا الكلام هذا؟ ولا كيجيب ما بغيتش نقول شي عباره مؤلم، هذا الشيء ماشي تيقلقني، ولاو كيضحكوا علينا الناس. هذا اسلوب فج، اسلوب كلاسيكي قديم بالبركه، عامل شي قديم غير اللي بغى يفلت من الحساب ومن مستحقات الانتقال الديمقراطي يدير هذا الشيء باش يعزل عباد الله. بغينا كل شيء يولي حنا بحال الاحزاب. شنو بقات شي احزاب دابا سياسيه في المغرب؟ بقى شي نقابات، باي باي الاحزاب، كل شيء البد، وتا الاحزاب اللي فيها شويه الضوء غارقه في مشاكل تنظيميه، وكاين جهات اخرى واخا ما تكونش مشاكل تنظيميه نجح. اذا هذا الهجوم اليوم علينا والهجوم على عباد الله هي اللي خارج فيها هذا. علاش قلت واحد الفكره بان هذا التغول وهذا الشيء ديال بيكاسو هذا هو التغول. التغول هو انك راه ماشي بالضروره كيما وقع في مصر ولا كيما وقع في تونس انقلاب على الدستور، راه كل عباد الله بعضهم كل واحد كيدير الطريقه ديالو باش يحاصر الديمقراطيه وباش ترجع السلطويه. هنا بطريقه ناعمه انقلاب على القاسم الانتخابي سالينا من الاحزاب عاوتاني حيدي الاصوات، وواحد الوقت فين غنمشيو عباد الله؟ فين غنمشيو بهذا الاسلوب؟ اليوم هذه هو الطريقه، عوض ما انا المؤسسه النيابه العامه ولا الشرطه القضائيه ولا الدوله ولا الداخليه تولي في مواجهات، علاش ما نخرجوش حنا بنات؟ نخرجوا استاذات ربما وتولي استاذه كتناقش، استاذه كتهضر هادئه بحال الاستاذه قلاع، كتبان لان عندها ذاك الهدوء، كتبان يعني السيده دابا عاوتاني الاستاذه الاخرى كتبان فهذا. ولكن راه اش كيرخيو؟ اش كيرخيو من اقوال صعيبه صعيبه بزاف، صعيبه على من على البلاد وعلى ولادهم وعلى ولاد ولادهم على ولاد ولادهم. وهنا غنوصل الاستاذه القلاع لانني طولت بزاف. الاستاذه بعد علاش هاد الهجوم داروا عليا غير باش تعرفوا المغاربه جوج الحوايج. هاد الهجوم جا من بعد الاستاذ الفيديو اللي درت مع الاستاذ زهراش. الاستاذ زهراش كان واحد الهجوم عليا كبير جدا. والثانيه هي من اللي بديت كنناقش ديك مشاو عند السلك الدبلوماسي، واللي تارني انا بشكل كبير في هذا الموضوع ديال السلك الدبلوماسي هو التصريحات ديال الاستاذ الكلاع، غنتبعوها ونخدوها للمنطق. كتقول لك في الاول تلقينا دعوة من طرف المؤسسة الدبلوماسية، نسمعوا. تلقينا دعوة من طرف المؤسسة الدبلوماسية. لاحظوا تلقينا دعوة من طرف، يعني هما تلقاو دعوة ما عندهم حتى علاقة، قال لهم اجوا. كتزيد كتقول لك هاد المؤسسة ملي كيكون شي موضوع خالق رهينية وجدل كتعيط الأطراف باش تسلط. خليكم نسمعوا. فاش كتكون لاكشواليتي شي موضوع من المواضيع كيكون فيها الاخذ والرد والنقاش
داخل المجتمع. اذا الاستاذه كتقول لك كاين موضوع، ولكن لاحظوا واش حتولي تقول، كتقول لك ماشي اللقاء جا من اجل الحديث على عمر وعلى سليمان. ماشي كان اللقاء مع هاد السلك الدبلوماسي من اجل الحديث على ملف عمر ريسوني ولا عمر رادي. في الاول قالت لكم كيكون شي موضوع خارق جدل بحال موضوع سليمان كيعيطوا الناس يتصنتوا، اذا مشينا على هذا الموضوع شويه كتقول لك ما كانش اللقاء من اجل الحديث على عمر على سليمان. شنو هو هذا التناقض عباد؟ وثم علاش ما جابوش الملفات ملي كنا حنا والزفزافي وقيامه رايضه؟ هيك هي كتقلب على الملفات اللي خالقه رهينيه، موضوعي وموضوع الزفزافي ما كانش خالق رهينيه وجدل موضوع المعطيمون جيب معدل المواضيع، موضوع ديال توفيق بوعشرين، عيطوا تصنتوا على الاطراف، حنا لماذا عيطوا على هذا الملف هذا بالضبط؟ ثم نقطه اخرى الاستاذه العزيزه وهذا هي غيكون بها الختم. الاستاذه القلاح قالت واحد الكلمه في غايه يعني الخطورة، قالت هناك كتهضر على عمر راضي، قالت هناك معطيات ذات طابع شخصي ما عندوش الحق عمر ياخذها. فيه معطيات ذات طابع شخصي ديال الناس ما عندوش الحق يمشي لها. هل هذا الكلام يستقيم عباد الله؟ هل هذا الكلام يستقيم؟ وغنمشي معكم شنو كيقول القانون، شنو كيقول القانون بخصوص هاد الملفات ذات المعطيات؟ كتقول لك هاد القانون اللي كيحمي المعطيات الشخصيه قد كيقول لك القانون في الماده ديالو لا يطبق هذا القانون على من؟ قالك لا يطبق هذا القانون على المعطيات الطابع الشخصي المحصل عليها تطبيق لنص تشريعي خاص. واش المدونه ماشي نص الصحافه ماشي نص تشريعي خاص؟ واش عمر راضي ما كيشتغلش كصحفي تما في اطار نص تشريعي خاص اللي هو قانون ديال الصحافه؟ ثم ان الماده ديال اللي كتحمي القانون اللي كيحمي المعطيات ذات الطابع الشخصي كتقول لك ما يمكنلكش تاخذ معطيات مع عندك الشخص اللي غنعالجو الا بالرضا ديالو. ولكن اش كيقول لك في نفسه؟ تيقول لك غير ان الرضا لا يكون مطلوبا. هي كتقول لك بانه خدا ولا اصطاد هذيك المعلومات بلا اراده عباد الله ولا بلا اخبارهم. تيقول لك غير ان الرضا لا يكون مطلوبا اذا كانت المعالجه ضروريه للحفاظ على المصالح الحيويه للشخص المعني لتنفيذ مهمه تدخل ضمن الصالح العام. والصحافه المهنه ديالها ماشي الصالح العام. واش هو منين كيمشي وكياخذ المعطيات ديال الارض ديال الدوله، واش الارض ديال ماشي صالح عام؟ علاه المغاربه ملي ماتوا في العسكر ومواجهه فرنسا وماتوا في الجزائر من اجل ماذا؟ من اجل الارض. الارض ماتوا عليها المغاربه وغيجي واحد ياخذها بربعه دريال منطقياش بجوج دريال. فين هو تكافؤ الفرص؟ فين هي مساواه المغاربه؟ فين هو المساواه المغاربه؟ نستافدوا كلنا من الخيرات ديال المغرب. واحد الانسان كيمشي للعسكر ودوز 24 عام في الحبس وتلقى مرتو كتشد 500 درهم ضحى على هذه البلاد خدم الدوله، هذا هو خادم الدوله خدام الدوله اللي كياكل العصا. وعلى ذكر حنا كنجبدوا دابا المخابرات اللي كيفكوا الخلايا الارهابيه وكيواجهوا المخابرات عدد من المخبرين وكيدخلوا مساكن بعض الاوضاع، ايوا هذوك ماشي خدام الدوله ما ياخذوش هما الاراضي. يلعب منطقك الاستاذ هيك انت كتقول هل هذوك ماشي خدام ديال الدوله؟ موظف السجون ماشي خدام الدوله كياخذ 4000 درهم ما ياخذوش اراضي، جالس مسكين في الدار البيضاء 4000 درهم عيكري ب 2000 درهم و 500 درهم ديال المازوط و 500 درهم ديال الكيك مع كازا، اعطيه 500 درهم ديال كازا زيد وليداتو والمدرسه والتشيد والصومبون والحلاقه وكيفاش غيدير لهذ الحياه؟ هذوك ماشي خدام الدوله. دابا انتم الاستاذه المحاميه عوض ما يكون نقاشك حقوقي وعوض ما تدافع الحق في المعلومه اللي هي حق دستوري وفق الفصل 27 من الدستور المغربي، اصبح المجرم هو الصحفي الذي يسعى للبحث عن الحقيقه وكيحمي يعني الاموال العينيه ديال المغاربه. علاه الارض ماشي مال عيني؟ واش الاموال ماشي اموال عموميه عينيه؟ واش هذيك ماشي ارض المغاربه؟ دابا اللي سرق اللي خدا الارض ولا سرق جغرافيا فيها نص المغرب هذاك زوين، واللي خدا معلومه هذاك هو السارق هذاك هو الخايب. هكذا تقلبت الحقائق دابا ولا العمل الصحفي. نمشيو للماده السادسه، واخا هذا النقاش ما خصنيش نديرو ولكن مع كامله. الماده السادسه من نفس القانون، حدود الحق في الاخبار. ملي كتبغي تعالج المعطيات فوقاش تخبر، تيقول لك كتخبر لا يطبق الحق في الاخبار، ما كان خصك تخبر عباد الله. ولكن كاين حالات اللي ما شنو هما هذه الحالات؟ على المعطيات ذات الطابع الشخصي اللي تيكونوا جمعهم على ضروره للدفاع الوطني الامن ديال الدوله او على معالجه المعطيات ذات الطابع الشخصي المنجزه حصرا لواش لاغراض صحافيه او فنيه او ادبيه. ها القانون الاستاذه ملي كتكون كتجيب واحد المعطيات لاغراض صحفيه فانك بلا ما تخبر المعني بالامر وتوصلها باي طرق. علاه السير رباح ملي كان كي يكشف على المأدونيات وشكون استفدت هذيك معطيات ذات الطابع الشخصي؟ واش كيفاش المغاربه نوصلوا لهذا النقاش اليوم؟ الناس اللي مفروض فيهم يدافعوا على المال العام والاراضي، واش كتعرف بانه رئيس ديال فرنسا ولا رئيس بلجيكا ولا كندا
قسما بالله وزحط غير شي شي لحط غير 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 مزهريه، حط غير شي لوحه عنده في المكتب كيقولوا منين جاتك، ابسط شيء تزيد غير شي حاجه، غير الصالير الا ما تحركش ديال واحد القاضي ولا وزير ولا رئيس حكومه، غير متبع له. علاش اخويا الصالير ديالك ما كيتحركش هاد الايام؟ ياك والو باس، ياك ما عايش من شي قنت اخر، كل شيء تحت المجهر. تاخذ ارض في فرنسا وزير ولا تقول له خدام، تاخذ ارض في اسبانيا، تاخذ الارض هذه كنقول والله اعلم واش تخلصت الارض 7000 ولا لا، الله اعلم حنا كنسمعوا تقول ربما تقدر تلقى التاريه الفابور. وعلاش ما تقلقوش، حنا كنخايبين، حنا اشرار مجرمين خوانه اجندات ادسنسيك اراضي بالملاير في دوله ضعيفه مسكينه، دوله فقيره مسكينه فيها الفقر وفيها المعاناه وفيها السبيطارات، وحنا شنا كورونا على واش عرات، ويجيو الناس ياخذوا الاراضي فقط لانهم كانوا محظوظين حدا الماء، خذوا الاراضي ومن الممكن اللي ساكن في 25 متر كاين اللي ساكن في 20 متر، ولا بغاو ياخذوا هذه الاراضي. يا الاستاذ انت راه حقوقيه وقانونيه، ويديروا قانون يدار مرسوم، وشنو هي المعايير ديال خدام الدوله؟ تخرج ها هما معايير الدوله باش نفهموها في اطار الوضوح، دار قانون وخرج مرسوم هادو الناس يستحقون هذه الاراضي. ولا دابا عمر هو اللي شفار، هو اللي خايب حيت مشى جاب ارض ديال الدوله وغامر عليها مسكين ومشى. كنبغيش نجبد الاتحاد الاشتراكي لانه فتره انتخابيه، ولكن كي غندير؟ علاش هاد الاتحاديين ولاو بحال هكا؟ علاش كاين فيهم ناس محترمين وكاين فيهم ناس ما تنقولش كلش، علاش بعض هاد الاتحاديين واحد الاتحاد ولاو بعضهم كيسيئوا احبوا المغرب واحبوا الوطن ودافعوا على الدوله على المؤسسات، ولكن بيتا مغربيت. انا شفت واحد الناس وبعضهم بز ولا واحد الاسلوب خطير جدا خطير، كنبقى والله ما كيديروه الناس ديال الاتحاد الدستوري، والله ما كيديروه الناس ديال الحركه الشعبيه، والله ما كيديروه الناس ديال جبهه الدفاع على المؤسسات ديال ريده قديره. حتى واحد المستوى كنقول يا ربي اش وقع الاتحاد الاشتراكي، حزب ديال الابطال وديال المحترم وضحى وكنحترم، والان باقي فيه ناس محترمين حزب الاتحاد الاشتراكي الان، ولكن واحد الناس وتلقى واحده وكيله لائحه عباد الله اش كتقول واش كنبقى عشاد في راسي. انت كيف هادو واختلف وحب الوطن وحب المغرب وحب، ولكن كيفاش بنادم كيهضر بهذا الاسلوب وكيدور مراعاة المشاعر الناس ولا اللي معتقلين ولا ياش هاد القسوه؟ واش باش نوصل انا نولي برلماني ولا نولي كذا ندوس على القيم وندوس على الامومه وعلى الطفوله وعلى الاخلاق وعلى تاريخ الاتحاد؟ حتى الاتحاديه كيفاش كانوا؟ اخلاق الاتحاد، مدرسه الاتحاد، كنا حنا كنهلو منها كنترباو منهم. اليوم نشوفوا الناس واش احب المغرب وحتى المختلف بمنطق وقت هذه التي احسن، عطيونا دروس نستافدوا. ما كتشوف بنادم كيزرع الحقد والغب وغداء علاه دابا اليوم؟ باش نختم هذا النقاش مع هاد الاساتذه الكرام، شنو وجه الخطوره؟ علاش قلت انا التغول راه اخطر ما كاين يوم في القصه؟ راه تكون واحد الوقت جزء من الشعب او المعارضه في مواجهه مؤسسات في اطار التدافع معليش، ولكن نهار يقتنعوا المغاربه كاين شي مغاربه اخرين مفضلينهم عليهم ولا كيعطيهم معلومات ولا حطهم وجه، هنا كنفتوا النسيج المغربي وكنمسوا اللحمه المغربيه وكنزرعوا الاحقاد. الناس ما كينتبهوش، الناس ما كينتبهوش للمخاطر اللي كيديروا. عباد الله راه الوطن كبر من الاشخاص، راه الوطن دائم. راه انا حميد المهداوي يعني هضرت على واحد الوقت باي نموت ولا ما عرف شنو، المغرب راه قائم لقرون وغيبقى، خصنا نحافظوا عليها عباد الله. اهم حاجه هي الاخلاق ديالنا، نعارضوا بادب، نعارضوا باحترام، نعارضوا باخلاق، نراعيوا مشاعر الناس. وصلت لواحد النقطه كتقلقني بزاف، واش عباد الله بنادم عنده 6 سنين وما نشفعش فيه؟ واش دابا انا كنخربق ولا كيفاش؟ دابا انا بغيت نفهم، انا راه بشر، واحد الانسان تكرفس عليا، العقاب مزيان، مزيان، ولكن كنقولوا اللي غلب يعف، تنقولوا التسامح، تنقولوا الرحمه، تنقولوا انت مغربيت. تصور ملي كتعفو على واحد الانسان ولا كتسامح ولا راه ماشي معنى انك تنازلتي على حقك ولا ما جبرتيش ضرارك، راه بعض المرات تسامح الانسان اروع جرى للضب. بمعنى انا ما كنقولش بعض الاشخاص، كنهضر بشكل عام، بمعنى باغي الفلوس، باغي الملايين، واش الملايين غيجبروا الضرر؟ باغي الحبس، ها هو داك السيد في الحبس كيتالم. واش كتعرف شنو هي السن ديال الحبس؟ واش ما مشى في الحبس ولا عسمع عليه؟ طب انا ما فهمتش واحد الانسان مشى للحبس بست سنين وخمس سنين ووقف الدوله وكاين القضاء والنيابه وخارج تصريحات وباغي له كثار، قال لك زيدوا، كيفاش كثار من ست سنين ولا خمس سنين؟ وراه غير فوق شهر جهنم، صالة الاعدام فوق شهر الحبس 30 يوم، هادشي سنين ما كيبقاش هنا باغي القصاص، كيولي مشكل هنايا ماشي ساهل. وقال لك خضع كلمته، هذوك الناس اخرين واحد ديك الايام بلا ما راه باهم واخته راه باقي معذبين بست سنين وخمس سنين، وارحموهم خلي
واه شويه السكاج وديك اللحظه خمسه وسطا زيدوهم عطاو لباباهم. هاد الشهيه ديال العقوبه منين جات؟ هاد الشهيه باغي العذاب واخا يكونوا الناس مختلفين معنا، راه خصنا نربيو الناس على الحب وعلى الاحترام وعلى التسامح عباد الله، ونشفعوا بنادم ونديروا وساطات نحلوا المشاكل. علاش كنا تصعيد؟ علاش ما نحلوش المشاكل ونقنعوا داك الولد يتنازل ونقنعوا ديك البنت تنازل؟ ماشي معناه التنازل راه ضد، لا اييه نقولوا بين قوسين اسيدي ما كاين باس والله احسن نعاونوا فرحاتك فاعل الخير وتسامح عبد الله، والله كيجازي كل واحد والله هو اللي كيجبر الضرر ديال كل واحد والله كيعوض كل واحد، وكاين واحد العالم اخر غادي نتجازاو فيه شكون عنده الحق شكون ما عندنا الوقت تجيب. واش بنادم عباد الله هاد احنا ما تظلمناش، كنا كنظلموا وكنسامحوا وكيجيب لنا كيقول لي اسمح لي كنقول له عاد ولا مش تراجي. عمري دعيت انا شي واحد في حياتي؟ شحال من واحد سبني وشحال من واحد قال لي غنقتلك وشحال من واحد قال لي محدلين ما كيسبوا فيا في اليوتيوب؟ ما عمري في حياتي مشيت دعيت انسان من خلقت انا، وكاين اللي ضربني وكاين اللي ما عرفتش فين وصل معايا. علاش ندعي بنا؟ علاش واش حاب على المار بلا ما كاين بعض المرات كتعاقب بنا مع بتسامح وكيتفرع وكيتجبر دارك، وتقدر بعض المرات يتعاقب الانسان وزعما الى قوينا العقوبات. راه كان عنده الاعدام ابراهيم انزا وقتلو خرج ابراهيم وقتلو خرج وعدد من المجرمين، راه ما تعطيه اللي عنده شي طبيعه فاسده. راه بعض المرات كنتسامحوا وكنعالجوا اكثر، وكتكون بعض المرات التسامح تكون اقصى عقوبه على الانسان. سامحوا واعطيه عبره الاخر وربيوا ثقافه التسامح. اليوم التشهير والتحريض كل شيء الحباسات والمجتمع الحبس والعقوب، منين جات ثقافه العقوبه والقسوه اللي ولات عند البعض اليوم عباد الله مع كامل للاسف. لهذا باش نختم ونقول لكم هذا الشيء ديال بيكاسوس وهذا الشيء، راه انا كنقول لكم هذا التغول اللي كاين اليوم ديال ما يهضر حتى واحد ودير هاد التخوين ديال عباد الله، انا راه كنعتبره خطر من التغول، كنعتبره انا خطر من هاد بيكاسوس. وسبق لي قلتها لكم عباد الله، راه بيكاسوس رغم خطورته ورغم موضوع فيه كذا، ولكن تنقول لكم انا بون موضوع ملف معروض على القضاء احتراما كنحترمه ما يمكنش نقول فيه شي كلمه اكثر، ولكن تنقول لكم مادام ذكرت سميتنا وخاك ما يمكنش عباد الله نخرج انا حيت عباد جبدت سميتي باغي نو. هذه راه دوله وعطينا درس لعباد الله، ما بغيتش ننتقم كما كتقول ديك السيده. واليوم كنشوفوا بيكاسوس بعض الاشياء، هذاك رئيس الحكومه خارج تيقول ولكن يفتح فيه القضاء واسكت، علاش ملفات الاخرين ملي كنكونوا حنا كنتحاكموا لا نؤثر القضاء المهداوي وبو 20 اجي السي العثماني كتقول لا نحترم القضاء، يقول حتى هذه القضاء فتح بها بحث باش تعرف انهم مدفوعين وكيبداو يهضروا بها كيقيسوا السي العثماني وقلت لكم غير سكتوا. واش كتصحاب لكم هاد الميف ديال بيكاسو ساهل باش نهضر فيه؟ ما معنى ساركوزي ماكرون كيجتمع ماشي مع الحكومه، جتمع مع عناصر الجيش باش تعرفوا ان راه كانه في حرب، راه موضوع في غايه الخطوره، ميف كبير بزاف. الناس ما التقطوش الاشاره ديال لقاء ماكرون، ولو كان التقى مع الحكومه ديالو راه التقى مع عناصر الجيش، يعني الموضوع راه كبير وكبير جدا جدا جدا. فعباد الله خصهم يعرفوا هاد الابعاد ويعرفوا الخطوره ديال هاد الشيء هذا، ولهذا حنا لاينا ماشي لحقاش هربنا ولا عطينا، لحقاش نقدر المصالح العليا ديال البلاد. كنختم وكنقول لكم المغاربه انا كنخاف ماشي من بيكاسوس كما قلت لكم، كنخاف من ان الناس ما يبقاوش يديروا وظائفهم، كنخاف من مصادره الحق في التعبير، من الانقلاب على القواعد الدستوريه اللي عندنا، كنخاف من هذا التوجه اللي ولا اليوم وهذا القسوه اللي ولات وهذا التغول اللي ولا اليوم، هذا التغول اللي ولا من طرف البعض مع كامل الاسف، البعض ولاو كيلعبوا ادوار ديال الداخليه وبعض الادوار مع كامل الأسف. كنشكركم الزوار ديال الموقع وإلى اللقاء في حلقة أخرى. إلى اللقاء.